ارجع انت وياه، ارجع تكلم وقول والكل يسمع، قول اللي تبي تقوله، حرية الرأي مكفولة. الزوج يريد تغيير المدى، الزوج يريد تغيير المدى. عبر عن رأيك وانت بمكانك، اعتصموا بس بالقانون التزموا. الزوج يريد تغيير المدى. يا أزواج سمعوني، شو تطالبون فيه علموني. احنا مطالبنا بهالبيت مشروعة، نبي تكون لنا كلمة مسموعة، عادين رب البيت بنق وبس، ما فيهم واحد يشتغل بضمير ويحس من يوقف بصفي ويفهم هالحريم الدرس. الزوج يريد تغيير المدى، الزوج يريد تغيير المدى. هو 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 شاقول عنكم ريالين يما منكم، على كفوف الراحة شلناكم وأحلى عيشة عيشناكم، ما بين بعينكم أبد وش تبون أكثر بعد، بدال ما تبارونا وتدارونا جايين الحين بتغيرونا. يا أزواج يا مظلومين ومن حقوقكم محرومين، أنا أيد مطالبكم واستجوب اللي حاسبكم. ضمير الأمة وعراب الكلمة، جمعوا الناس على المحبة، ترى بسيطة المسألة، ليش مسوينها مشكلة؟ تختلفون بالرأي ما يخالف، حلوا مشاكلكم بالحوار الهادف، هالبيت إذا انهدم مالكم إلا الندم. هالحكي ما أخوذ خيره، ما عندهم حكي غيره، لا يخرعونكم مو من حقهم يمنعونكم، روحوا وين ما تبون وسووا اللي تسوون. احنا نتحدى ونتحدى ويا ويل اللي علينا يتعدى، كيفنا نروح اي ساحة ونقول راينا بكل صراحة. أنا مو يا يأذيك، يا يحميك، لا تطلعني بصورة غير، أنت طيحت نفسك بنفسك، بتصير بطل على حسابنا؟ بتثير الجماهير؟ هذه حرية التعبير؟ نزلوا، طوفوا، عبروا، كسروا الحواجز، كسروا! عبر عن رأيك وانت بمكانك، اعتصموا، بس بالقانون التزموا. طوفوا، عبروا، عشروا، كسروا الحواجز، كسروا! الزوج يريد تغيير المدى، الزوج
الو شلون يا بنت الحلال شلون نتزوج؟ انا للحين مو موظف، من وين اصرف عليك؟ نطري علي ديوان الخدمه كل ما اروح لهم للحين ما يدوري، الشباب كلهم قاعدين ببيوت وللحين ما حد متوظف. انا هالسنتين قاعد، السنه الثالثه بفصل دراعه واقعد هنا انطر امي الصبح، ما يصير. بعدين نطري ايش وراك انت؟ انا احبك وابيك، بس اتوظف بيب ابوي وامي وراح نخطبك. بس ها انا اللي بغني لك، ترى ماني بحد. ها لحظة بسمعك اغنية دقيقة، بحطك بجيبي. ها لا تقولوا كلمها، لا تقولوا راضيها، انا مخاصمها حالف لوريها، انا مخاصمها حالف لوريها. لا تقولوا كلمها، لا تقولوا راضيها، انا مخاصمها حالف لوريها، انا مخاصمها حالف لوريها. لا تقولوا سمعي سمعي او حتى تعبانه، انا شالي انا مره طلع البدر علينا انت السلام. رشوته هذه نشيد، انت تدزل الشرطه تحت الباب. ايش تبيني اسوي فيك يا ابراهيم؟ اصف اصف. تبيني اكسره فوق راسك يا جليل الحياه اللي ما تستحي؟ رشود انا ما ادري انك اتوني من برا، ما ادري انك بالبيت قاعد. الواحد ما يعرف ينام بهالبيت، ما يعرف ياخذ القيلوله. ايش قيلوله الله يهديك؟ انا توني بعد ذبحتني انت، ترى ما يصير. انا خريج المعهد عالي فنون موسيقيه، باكر وراي طلبه اصير معيد. ايش يعزفون صخر؟ عساك ما درستهم يا جيل الحيه، درسهم شيء يستفيدون منه، شيء يثقفون منه. درسهم هالمنكر هذا، هذا ما من العوار ما وراء الاذيه. استغفر الله العظيم. انت اخوي العود؟ اي اخوك العود. انت ريال؟ قصبا عليك ريال. اذا انت ريال اكسر على راسك. اكسره فوق راسك اللي ما تستحي على وجهك. وصل اللي بيلعن خيرك الخير الحين. طز ما همني حبيبي، اذا اهلك يطلعون البيت انا اخوك العود ريال البيت، قصبا عليك تسمع كلامي، فاهم ولا لا يا جيل الحي؟ رشود انت يا ابو قتاده. هلا يبا انا كم مره قايل لك لا تخوف اخوانك، تقعد تصارخ عليهم بالبيت هني، مسوي لهم ارهاب، صاير علينا مندوب طالبان حسبي الله عليك. يا يبا ما يجوز ما يجوز، جزاك الله خير. شنو ما يجوز؟ كله ما يجوز عندك انت الله هداك، رايح مكسر تلفزيوناتهم ليش؟ ما يجوز. شنو ما يجوز؟ شاشه جديده توني شاريها الاس دي اف اختم هذه الاخر شيء جديده، من كثر ما هي صافيه قاعد اقضب زراير المذيع ذاك اليوم من التلفزيون، مذيع طلع قاعد عندي ذيك الليله قاعد سوالف انا وياه، رايح مكسر الشاشه ليش يا ابوك؟ ليش؟ ما يجوز ما يجوز جزاك الله خير. مو كذي الدين يا ابوك الله هداك، يا الدين يسر مو عسر يا ابوك، خليك مثل هالناس اللي فاهمين الدين عدل،
هالاسماء الحلوه اللي عندنا مثل دكتور خالد المذكور والنعم والله دكتور محمد العوضي والنعم مشاري العفاسي 1060 نعم جزاهم الله خير اللي وصلوا اسم الكويت والدين الى اخر البلدان مو انتم يا ربعك اللي فاهمين الدين غلط وتكسرون تلفزيونات اي والله رايح مضبط الرسيفرات عندنا في البيت على اليمن والسودان ليش عقوبه هي العائله كلها خوال اقعد من نوم اشوف خوال اول ما بطل التلفزيون ولا هالخال اللي طالع لي البنطلون وينه عنده شنو هذا هيصير ابوك حتى الخدامه معلمها الدين غلط انا جزاك الله خير اي نعم اقول لها يبي لي ماي تقول لي جزاك الله خير شنو جزاك الله خير جزاك الله خير يوب هيصير ابوك اذا بتنصح انصح هالعالم اللي يمشون بهالمجمعات روسهم تقول قنافذ كل واحد مسوي لي راسه كذي هالشباب اللي يدد احنا كويتيين ما عندنا هالسوالف شبابنا عيالنا قاموا يلبسون سلاسل سلع الحين تنادي صدق والله احنا نلبس سلاسل من الحين تنادي الولد ولا تقول له هيصير باكر احنا ريايل ايش نلبس والله البس انا عقال سوارفسكي استغفر الله استغفر الله صروال خيري تايجر مثلا محشوم يبا محشوم خير شغله هذه هيصير ابوك بعدين الدنيا يبا يقول لك تلبس كذي الله هداك كنك هالحلاوه العوده اللي بالماكنتوش ليش هالالوان شنو بابا سنفور انت البس الوان حلوه غير ان الله جميل ونحب الجمال ما يصير كذي ان شاء الله يبقى. انت طالب جامعي يا ابوك خلص الجامعه وافتك خلص خلنا نفرح فيك نستانس تخرج يا يبا ما يجوز تخرج اي معلوم كله ما يجوز على لسانك الله هداك ما دام انك بس بالبيت خلونا نتغدى مره مع بعض امنيتي بس روح المطبخ شوف الخدامه شنو سويت لنا غدا يلا خدامه مطبخت يا يبا ليش مطبخت الخدامه امي ما قالت لا طبخي انا لله انا عايش في هالبيت مجاعه والسبه المدام اللي عندي انا ثلاث ارباع الدعايات اللي طلعت برمضان على سبتي انا هذا اللي يقول بالدعايه يقول سوي لي بيض وطماط حطي لي عليه بطاط ماكو بس يا جل الحين خله شايف الدعايه هو شايف الدعايه سالفتي وصلت السعوديه دروا اني ميت مليوع يقول انت مو انت وانت جيعان جيعان ان شاء الله ابوك ما يصير شناكل الحين احنا ديشون دش انت ويا اخوك المطبخ سووا لنا بيض اي شيء سووا لا 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 ما اقدر ادش المطبخ يا يوبا ليش ما اقدر اتشبه بالنساء شنو ايش في هذا دش المطبخ تشبه بالنساء حاضر الغنيمه يا ابراهيم تعال ابراهيم تعال غير شغله غير بيت هذا غير بيت جراج هذا جراج سكن عزابيه تفضل وين قاعدين احنا شنو هالحاله شنو هالدثره يعني شو اسوي انا ويا هالمدام بالله شو اسوي وياه لا لا ابتلشت بعمري انا ما ادري اغيرها اتزوج عليها اي والله ليش ما اتزوج عليها هي إيه شوف لي وحده تشوف طلباتي دلعني اي والله لكن اروح اتزوج على ام عيالي عقب هالعمر هذا كله لا صعبه ما ادري شو اسوي امري لله ما ادري اغيرها ولا ما اغيرها لا عيوني مو بكيفه وصلت المدام قلت لك مو بكيفه اذا بينتقد ينتقد بحدود حريه الصحافه اللي مسموحه له اما انه يتطاول على شخص لا عاد اسمح لي يا مدام استريح ان شاء الله عمتي اي حريه راي اي حريه تعبير لا عيوني هذه قله ادب ولازم يتربى وياخذ جزاء يا مدام اصبر ما تشوفني مشغوله اصبر شوي اثول شو اسوي اي اخوي كمل لا مو انت قاعده حاكي زوجي حياك الله ان شاء الله نتلاقى بالمحكمه مع السلامه أشوى الحمد لله الحين ذاكر أنا زوجتك مو الحمد لله أشوى. خير آمر ش عندك ش تبي لا سلامتك أنا مكلثوم قاعد أغني لك هني بالبيت الله يهداك يا بابا حوسة دثرة ما تشوفين البيت شلون صاير مو أنت اللي مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في هالبيت مو أنت اللي مسؤولة عن النظام يرضيك هالفوضى اللي إحنا فيها يا مدام فوضى وما تحكينا إهمال وما تكلمنا همشتينا وقلنا ما يخالف أما توصل لليوع ما نلقى لقمة ناكلها أنا ويا عيالي ش ناكل وي كل الهواله ويهويله تهولي عشان غدا اي غدا شناكل انا ويا عيالي خدامتك ما طبخت الحين اللي سمعك يقول معيشتك بمجاعه هذا شنو قولون في عالم ذياع ويضعفون احنا كويتيين ذيعنا ننتفخ اول ما خذيتك انا كنت مجسم
ست عضلات هني كانوا، كنت كني معجون راسين اللي فوق مجسم. شا قد ضحكون صدق، ست عضلات كانوا الحين صاروا عضلة واحدة وطايحة لتحت. قبل دشيت الفريج قالوا فان دام دش الفريج، جاكي شان وصل من الرشاقة، يقولوا لي سبايدر مان سبايدر مان. ايش قاموا يقولون عني؟ قاموا يقولون فان درام وصل، تانكي شان وصل الفريج، بدال سبايدر مان قاموا يقولوا لي كرشة مان. الله يعافي الحكومة، عطتنا ماتش لسنة ليه قدام دش المطبخ وكل منو ماسكك منو. ما كلت شيء أنا، الخدم اللي كلوا الماتش اللي ما شفت شيء أنا. هاو أنت ليش عندك هالشخصانية؟ شخصانية؟ إيه شخصانية، مسوي من حبة قبل عافي المطاعم اللي ترسل ديرة، رفع تلفون رقم مطعم يبيك أكل البش، المشكلة ماكو مشكلة. هي ما عندها مشكلة، قلت على المطعم اللي خلنا طلبية الحمد لله، زور ابن الزرزور اللي ذبح بقة وترى سبعة جذور الحمد لله. إيه بدال ما تجاب لنا هالشيف وهالشيف، يبي لنا شيفة تطبخ لنا بالبيت هنا على الأقل من كثر غدياتنا احنا. سوي لنا جدول حق الخدامة، جدولي غدياتنا يعني من كثر أكلنا احنا. احنا يا مطبق يا مجبوس والباقي مرق. مجبوس صبعة ما أحبه أنا، يا حظي محروق صبعة. نسيت الأكل الكويتي، أنا عند الربع تايلندي ما أعرف الأكلات الكويتية. الله يهداك بس. بعدين تعال شنو جدولي ما جدولي؟ أنت شايفني طالب عندك بالصف لعيوني أنا هني المدام. يوم إنك المدام سوي واجباتك يا مدام. أوهو ردينا على سالفة الواجبات، للحين عايش الدور عندي في البيت مدرس، ويا ريت مدرس رياضيات استفيد منك بمكتبي، يدرس مادة ما فيها رسوب، اللي يدرس ينجح واللي ما يدرس هم ينجح. ما أسمح لك، أنا المادة اللي أدرسها أساس استقرارنا في هالبيت. أنت لا يكون حسبالك واقف مع مدير المنطقة التعليمية لعيوني، أنا المدام. وأنا الزوج. مدرس أول تربية وطنية. أنا في أوروبا وفي أمريكا كان قدروني وسووا لي تمثال عندهم، لكن للأسف ما أعرف ألبس بدل وصير علامة استفهام كذي. قدروني في أوروبا لكن للأسف أنت ما تعرفين قدري. يبا قدرك على عيني وراسي، أنا الشغل ماخذ كل وقتي، عاد اعذرني. لا اسمحي لي ماكو اعذرني، الحين أنا اللي أقول لك اعذريني.
يبيلي شعر، يبيلي لبس، ماني فاضية. لا تعالي طقيني بعد، طقيني. أقول ما أنتِ رايحة دوامك إلا عقب ما تسنعين البيت وتستقبلين الضيوف، تعالي تروحين يلا هو سنعي المكتبة هناك. يلا أوف. يلا وأخوك وين؟ منثر كتبة هني. وين عبد الله؟ وين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. دش بيتكم وفكني. بديش بيتنا بس انا علمك يصير خير، ما اوعدك ان شاء الله. اخ اخ اي اخ 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 واقفين هني، انت واقفين هني وسكت هوش عوده. مع منو؟ ما ادري. انا قفت التاكسي، اول ما نزلت من التاكسي يا يمه ولدتي بنتي رانا وتحط ايدها على كتفي، شان اسقط راق. مواعيد ضبطتني كذي ودتني فوق، يوم ما طلت تحت ولا مو بنتي رانا، طلع ولدي رانا حط تاج على شعره. ابو شكله صاير بنيه. وانت يا حظي ما تعرف تفرق بين البنيه والصبي؟ العاده افرق بين ركبهم السود. شوف من عقب الخري والفنيلة قام يلبس تاج. يلا يا رب تعطيني طولة العمر واشوفهم لابسين تنانير. استخفوا. اي والله صادق استخفوا، وما قمنا نعرف البنيه من الصبي. ذاك اليوم بنات جايين يقرقعون عندي لابسين دشاديش وتشرينبا. ذاك اليوم انت برمضان رايحه يمه مقبقه، نزل واحد يبي يقرقع بيتنا ويا خمس فلبينيات. قلت له يلا ماكو قرقيعان، ولا الفلبينيات يقولون ويس ويس في بيتكم ككا. كك بيتنا. عبيد انت ايش فيك من صدقك؟ عيل انت مو شايف الستايل الجديد؟ هالشباب اللي يحطون تاتو من هني لهني. يا هذا التاتو حاط لي بنت مو لابسه هدوم، حاط لي نمر، منين نمر بالكويت؟ حط بيت شعر، يربوع، زهيوي، زوليه نقعد عليها بيدك. استخفوا الناس، استخفوا الناس، حاطين لي لزقاط. بعد ايش مسوين؟ تعال تعال الحين خذيتني مشرع ومداف، تعال شيل كتبك هالمنثره. كتبي بالمدرسه يمه. عيل هذيل من ملوته؟ كتبي. على المدرسة الظاهر مالوت العام. تلخبطنا كل يوم وزير، كل يوم قرار، كل يوم قانون، كل يوم وزير تربية. آخر شيء تعال شيل 25%. أنا قاصل إيدي بال 75%، على الله على 25. راحت يا يمه راحت سنة قصل إيدي عشان مو ناجح. زين يلا شيلهم ودهم دارك. يلا داري قبطت كتب، صارت مكتبة جرير. زين حطهم بالكنقية. الكنقية هدومك يمه، تلبسين اللبس لبسة واحدة وتقطينه. ما تبين أعطي الصومال؟ مساكين كل خمسة بدراعة يمشون يميع. يردون يميع، مرة واحدة فلتت. آهو قال. وي أنت ما لبست؟ وي 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 وي. شقوا هدومي بالهوشة؟ غصن الشارع خل تغطي. يا حظي ما لبست البدلة. أي بدلة؟ هو ضيوفي الحين بيون. يمه ايش بدلته؟ شو من بينا جانب؟ بيوننا فرقة الكابوس اليوم عندنا منورينا. روح البس. كلهم بدل بالإعلان. يلا يلا روح البس شورتك وتيشيرتك. يلا أنا البس شورت وفنيلة؟ إيش قالوا لك مش على الشايع؟ الله يلوع كبدك. شورت وفنيلة؟ أنا البس يما فنيلة نفس بعض الشباب بالأفينيوس، كل واحد أنا بس لي فنيلة معلاق ومنني سبرنقات طايرة. الله لا يراويك الريحة اللي وراهم، الله لا يراويك الريحة. حتى المحلات يما يعرفون لهم، قاموا يرشون ريحة. بدك تجرب؟ بدك تجرب؟
يلا 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 روح بدل يلا يلا الحين ضيفي وحرمتها بيون. يما ترى عذتينا بضيوفك، خليني افكر بضيوفي انا اول. اليوم انا بستضيف ناس بجيب مطالب الشباب. بعد اي مطالب ايش تبون؟ يبا حمدوا ربكم احنا ديرة خير ونعمة، غيرنا حاسديننا على اللي احنا فيه. اللي تزوج عطته الحكومة، اللي تولد هم زادته الحكومة، حتى اللي تتطلق من تفري لها تنتف اجرة سكن اجرة خادمة ونفقة طفل. بعد قول الحمد لله والشكر. اي والله الحمد لله والشكر. عيل الشباب يما اللي طلعوا بالساحات هذيل اكيد لهم مطالب. شنو مطالبهم شنو؟ يما بيقولون مطالبهم، بس كل ما طلعوا قالوا لهم لا هالساحه ما يصير هالساحه ما يصير. ليش؟ الكويت كلها ساحه لهم، واذا ما كفتهم الكويت قلوبنا لهم ساحه. بس خيقولون خلي يتكلم. ايش قاعد تسوين لك؟ وين صورتيني؟ قول قول بيت حق برنامج اليوم قول. البلازما العودي طلعوا هي؟ اي اي طلع ما شغل. يلا شوي تعال. يلا يلا. اكشن. يما عائلات بعيد بس شباب احنا قضيتنا شبابية. خلاص ارحل ارحل. من اللي يرحل؟ ومش دراني كل ما طلعوا مظاهرات قالوا ارحل ارحل. عبيد هالمواضيع السياسية ما حد قام يصدقها. انا ادري عنك بتسوي لي لقاء سياسي، شليتش فيه؟ الناس ما قامت تصدق. والعقب هالمذيع هذا الله هدي كل ما طلع بالتلفزيون الكويت شوي ولا مصر؟ مصر. طب خذوا خذوا الكرسي ودونا حسني الله بقيتي كيدر. شنو هذا؟ بعد شوي عن افريقيا تبكي. هو قالوا قالوا ولا الفلبين انا علشان كذي قررت اغير البرنامج. يما ابي اسوي موضوع طباخ، ايش رايك؟ اي خوش موضوع. علمي هالبنات اللي ما يعرفون يطبخون يتزوجون اليوم ثاني يوم يطلقون بسبت ما تعرف تطبخ. ايش لكم بالطبخ يوم ايش لكم بالطبخ؟ الناس عافت الطبخ خلاص ما يبون الطبخ. الناس ما قامت تاكل. ما شفتوا الحين الحكومه وزعت ماكلة سنه؟ الناس بطلوا الطبخ وقاموا قطوا المعده عقب العمليه الجديده اللي طلعت هذه اللي اسمها سيتي تاكسي. ينعم يومها التاكسي هذه. باي باس. بسم الله عليه سيتي باس. الواحد ياكل اكل كذي ويطق لفتين وما ادري وين يطلع بعدين. ايش في المتن؟ المتن نعمه يعني اذا واحد صار ضعيف ما يدش الصبح الحمام؟ يعني ما يغسل صابونه؟ ما يقعد مع نفسه يفكر ويغني وططه ولا بالصيف هذا ما يحرش؟ الله يلوع كبدي. هذا يوم انجليزي طلع صلعته اكبر من دماغه يا بالمعده كش 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 ولا الكبرها تاكلين بنكش 70 نقل قصين. خلاص الناس عافت لك. انا خايف لاي يوم يوم الحريم حتى معاجبهم هذا الشكل اجي تقول هذا ما بي وهذا ما بي شوي ولا بس راس وريل المره. انا حلوه انا حلوه. لا مو حلوه. آخر شيء تقول حتى عيولي ما بيهم. إيش تبقى؟ بس راس. مرة بس راس. شو ترد على التليفون؟ ألو 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 كذا. بعدين راس يتزوج راس. يبون روس. مجتمع الكويتي كله تحطه بصينية. صينية الغضب. ومعاجبهم. رحل 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 رحل. ينه واستخفوا الناس. ما يبون معدة بعد سنتين. ما يبون هوى. قصون خشومهم بس فتحتين بو يعل. يهنوا يمه يهنوا الناس. استغفر الله اللهم لك الحمد. الله يلوع كبدي. الله يلوع كبدك. يلا يلا اشوف سنعوا البيت ضيوفي الحين بيون. وين ابراهيم؟ وهني قاطع جلده. تعال تعال خلنا نتدرب. وين ابراهيم؟ هاي يمه. تعال شيل عدتك يمه. خليهم وراي حفلات تشيلين شيء. اعطيني 10,000 بتزوج. هب ابي عش بتزوج. خل ابوك يعطيك. يمه طال كبرت ابي اتزوج حرام لمتى بقعد بالبيت؟ ابوك يزوجك. زين 200 دينار بسوي اغنيه. بس عصرتني وانت تسحب فلوس بسوي اغنيه. وين الفيديو كليب اللي قلت عده؟ يمه انت سمعيني يمكن اعجبك الحين وتعطيني 2000. ليبان القمر رمضان القمر بان رمضان احلى شهر رمضان اصب للفطور رمضان كل عام وانت بخير. ليبان القمر الله يا فسقة يا فجرة قل لي ربي عند العشرة تلاتي الحية تلاتي هذه أمي تغني مو بس بس يا بس انت الحية اللي ما تصير هذه أمي قاعد تغني مو هذه تبيهم يا يما يما هذه انت الكبيرة المصلية المسمية الهدات وين قاعدين الهدات وين هاي عيب انت شو دخلت علينا احنا حريم من
المناضي. ولك انا صديقة امك. اسف اسف خالتي اسف. انا ام علي. والنعم يا ام علي. ام علي المتنبعه. استغفر الله العظيم. استغفر الله. السنه الجايه بطيح ثلج كبر دماغك. الله يسمع منك. تنبيت مسعيد الكابوس تعرف 50 سنه. الله يوفقهم ان شاء الله يا رب. شبيك انت ما تستوي؟ ها يقول لك متنبعه هذا القذافي يموت. يبا ما تخلص الله يهداك. ولك ما حد قال لي. ما حد قال ليش مو شرط؟ منو انت يقولوا لك؟ انا معلين ينزل علي الوحي واعرف كل شيء. يا يبا ما يجوز ما يجوز جزاك الله خير. كل شيء يجوز بس انت ولك انت لا تسمعني. انت يا يا انت انا كفك انا يا عبيد يجي الحياه. طاح علي طاح علي. شنو هذا؟ طاح علي. فشلتونا؟ طاح شنو هذا؟ ضغطته. فشلتونا نصيحتكم واصل لاخر الشارع. شو موديك اخر الشارع؟ بيتنا باول الشارع. يبا فضحتونا فضحتونا عند اللي يسوى واللي ما يسوى. تعال عند اللي يسوى. شو موديك عند اللي ما يسوى؟ يبا فضحتونا عند الجيران. يا غبي بتروح بيتنا تروح عند الجيران؟ قاعد في البيت شو مالي عند الجيران؟ يا حبيبي رؤيتكم هذه واصلة آخر العالم. غبي بي البيت احجز روح آخر العالم يلا البيت. ها ها يما شنو هذا؟ ولدك أصغر واحد فينا لسانه الطول. بس اسكت. إيش قاعد تسوي؟ بس غير صاني. يلا عاد يلا. البركة عندك داشة كادبوري؟ رابحة ولا؟ يلا عاد يلا احترم نفسك. يلا عاد لا حط عود بظهرك وشربك. يلا عاد يلا ها شيل الحية. يما. خير. إيدش على 5000 دينار. هو ليش؟ تعطينا؟ لا. أنا أقولك بس أبي 120 دينار أبي أشتري آيباداد. آيباد آيباد يا حظ اللي بعمرك عندهم فيسبوك وتويتر هذا. الحمد لله صلاة الوتر عمري ما هديتها من رمضان وأنا مكلب وتر 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 شبح وتر وشبح وتر. أي وتر تقول لك تويتر هذا اللي غردون فيه. أوه هذيل يحطون صور مصورهم وهذيل يسبون هذيلاك وهذيلاك يسبون هذيلة وهذيل وهذيلاك يسبون هؤلاء وهؤلاء وذيت الصج. نصهم من برا الكويت يبون يثيرون الفتنة الطائفية داخل الكويت، لكن من علي كويتي كلهم يحبون بعضهم وإيد واحدة ما حد يفرقهم. يا يمه يمه خير. أبيك بكلمة راس. يلا قول. إخواني أبيكم كلمة باشا. شنو هذا؟ أبي أمك بكلمة راس. شمين سمتشة. يلا عاد يلا هناك يلا. وين هناك؟ بيتك وبيتك بس بيتك. يا حبيبي وقف هناك واحترم نفسك يلا. بس روح روح. شو قاعد تسوي؟ وينها؟ شنو وينها؟ نفسي. يا حبيبي احترم نفسك. وينها عشان احترمها؟ اوه يا حبيب احترم نفسك داخلك، احترم نفسك داخلك. ليش داخلي؟ شو قاعد تسوي؟ منين دشت عشان اطلعها؟ يا صبي احترم نفسك نفسك. يا غبي خل اشوفها وين؟ طلعي طلعي منين داشتي؟ شنو انا بوابه داشت في المكان؟ يا بي خل نفسك تحترم نفسها زين؟ اثنين داخلي اثنين. شنو هذا؟ أمارة الأجار أنا أجار؟ يا حبيبي يعني حط لسانك بحلجك واسكت. أنت تحكي بسرعة قول. قاعد يطلع. يلا عاد يلا احترم نفسك الله يوع كبدك بس. بابا سنفور. يلا هناك يلا. يمه. بس يلا. تعالي بسرعة مالك. قول قول. أبي 5000 دينار. أنا قلت حق ربعي إنه مكتب أمي للمحاماة والراعي الرسمي لحملتنا الانتخابية بدال لا تقطين فلوسك على هالفن الهابط. رشوك جزاك الله خير مالك شغل فيني. معلم اخوي العودي الفني الابط لا شك يا افطاتك الحين. لا يا ابراهيم ابراهيم. اوه صوت الحق. حشقك شق حشقك شق يا كوايت. احترموا الحكومه يا كوايت. يلا عاد يلا حختفي حختفي اختفي من قلبك. احترم نفسك يلا عبيد. اصمت اصمت او قل خيرا خير غيت غيت رؤيه. الله لا يغويكم. حلمت بسلحفات. استغفر الله. وانا حلمان فيهم فصخه. كانت زعلانه بيدها ورقه طلاقها وتمشي شايله كل هدومها على كبتها. لا 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 ورقه طلاق وطوفناها. كبت شنو هذا؟ سلحفات تشيل هدومها بكبتها وتمشي. اي كبت؟ سلحفات لان ايدها صغيره ما تقدر تعلق فتشيل هدومها كلها فوقها ودائما تمشي. قصدك هذا اللي فوق؟ ايه. هذا اسمه واقي. شو اسمه؟ واقي. ايش دراك؟ لامسن ما يجوز. شو اللي ما يجوز؟ ها شنو 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 منا سلاحف في الكويت ايش دراك يا حبيبي؟ ايش كثرهم سوق الحمام قططين هناك. وين في سوق الحمام؟ يوم الجمعه روح شوفهم. وانت كل يوم تروح تلمس السلاحف هذول. ها ها سهل وياك يا بيت. شيك انت بالدين فاهم بالعلوم بالسلاحف كل شيء فاهم. اي فاهم على بالك انت تروح فتش عمرك اللي مغرز بالثانويه. الثانويه على بالك على ايامكم انت النسبه كل شيء غير تغير من هذا بالابتدائي بلغ.
استحلوا هيك يا اسطى. يا عمي روح زين انت ساقط بحسوا استراحتين بالمدرسه، واحده حق اليهال وواحده بروحه يركب فيها. يلا عاد يلا يلا في اخر الدنيا اللي ما يسوي يرجع. وانت ابراهيمو شيل عني هالمنكر واحترم اخوك العود. يلا اي خعود انت خليت فيها خعود؟ هذا خلى فيها معنى حق الاخوه، حتى ما اعطيتنا فرصه ثانيه. انا لازال عندي شويه امل. يما قطيهم بالجليب وفكينا. هاو ليش قالوا لك الملكه؟ بس يا بنات الثانويه بوكو مار بلقبته سبع نفرات يوزه وخلاص. يلا عاد يلا يلا احترموا نفسكم. وانت ابراهيم لا عني شيل عني المنكر. اصمت يا عازف المنكر. صارت صارت رشود 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 اي طلبات انت وربعك واللي تمون عليهم؟ انا عندي قناه جديده اللي تبي انا حاضره. شنو؟ انا اطلع بقناتك قناه الفسق. فسق وحب. اي الفسق والفجور. فجور كاسيات عاريات. كاسيات كم تعددها؟ سهلة وياك استح. امك اختك احترمهم. وانت تعالي انا اطلع بقناتك قناه الفسق. هيهات. هذا لحن زين. هيهات صفر الله. هيهات الشيطان سكن بيتنا. خلاص اخوك العود يقول الشيطان اجر بيتنا. ما يجوز هالخرابيط هذه. تغني اناشيد مواويل مالت قبل. هيهات يا هيهات 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 الله خير يمه. بس بس لا شق عيادينا. ترى ان ما يستنت ويا الحين اجيب لكم قوات الشغب هني تفاتشكم. لا شفيكم الصاير؟ شنو؟ قاعد أطبخ بالحوش. الواحد ما يأكل لقمة بالبيت. على سبت جابلت قناة فتافيد شو أسوي؟ شفيكم؟ عيالك قاعد تكافخون داخل دش كسر روسهم. قاعد تكافخون؟ إيه. لا تكافخون يا عيال. حبوا بعض. لا تهاوشون. بس إيه؟ هذا اللي الله قدرك عليه؟ اقول لك ليش كسر روسهم؟ شنو اكسر روسهم؟ يعني اقمعهم اهاوشهم اخذ الهوز وارشهم بالماي اعورهم؟ لا ليش ليش؟ عاجبتك الفوضى اللي مسوينها في البيت؟ عاجبتك؟ والله الفوضى منك يا مدام. من زمان قايل لك الله هداك اذا من بيتك ولا من عيالك ولا من ريلك. طيب كني اثيوبيه من حاشه من كفيله الله هداك. حيسوا انا اقول لك قمنا نتنشق على اللقمه بالبيت هني. طيب رابع بيت مسوين مطبق هامور. ايش دراك؟ اشم رابع بيت انا. ها؟ عيالك قايل لك ربيهم ماكو فايده. عفستينا بالبيت الله يهداك. تذكرين يوم انهم صغار؟ تبين اذكرك شلون كنت تربينهم؟ ليش ابوهم مارك سبنسر مثلا؟ قالوا لك اسمي اوباما انا.
وين العابنا الحلوه سسسيم من مي غزاله بزاله؟ وين الحكي؟ يعني انا قلت ادخلهم مدارس اجنبيه يتعلمون لغه تفيدهم. اي لغه زين؟ طع عيالنا تلحان من الحان. وين اللغه؟ اعطيني اياها. شنو؟ هذه لعبتي. هذه لعبتي. ولدك هذا مليق. ايش فيك يما؟ يعورك شيء؟ تبي شيء؟ ماما ابي لعبتي. اعطي لعبتي. ها انا سكو سكتني انا. اي والله سكو. خلاص اجيب لك احلى منها. اجيب لك واحده ثانيه. وانت يا صبي شلك فيها اللعبه؟ انا مو جايب لك مطافي. ما تطفي. لا ايش دعوه فلوس المونوبولي اللي صج يعني؟ بعدين انت شلك في هذه؟ هذه لعبه بنات يا بابا. اختك تلعب فيها يعني يكون بنيتها، يعني يكون احنا بناتنا شكر كذي. يا بابا انت يدتك خاله زرقة، لو ناطرين عليها يومين ببطن امها كان احترقت. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. اعطني اياها. بعد لبتي بابا. بابا سداب. ادري فيه سداب ومليق. واي هذا شو سكته؟ شو سكته؟ عطى يما عطى عطى. هذا ما يسكت ما يسكت. سداب سداب مالي. تعقد الولد تعقد تعقد. ما يسكت. وانت يا المليق انا بشوف شلون بتلعب لعبتين مع بعض. عادي بابا عندي قصه. هذا يحب هذه. هذا الولد مخترب مو ليا. نحن سوي قاعد. Heidi, hey dee ho, the great big elephant is so slow. Heidi, hey dee ho, the elephant is so slow. ياك اللي يعرف لك ياك. بابا. نعم. تقني. ايه شفته؟ ليش تطق اخوك بظهرك على ريله؟ بابا ما تقيته. سداب. انت سداب. ايه. مالتي. هذه مالتي انا. مالتي انا. مالتي انا. لا تبكي. شرق 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 مالك شرق شرق. اسم الله عليك اسم الله عليك شرق. اسم الله عليك. عيب عيب. ابوك انت. حيوانه انت. عيب يا بابا عيب. زرافه. تعال عبادي غنوا له هدا 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 هدا. هو يمشي عبود غنوا له هدا سرق هدا 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 هدا. اف 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 اف. مو انا هذا. هدا هدا شرق هدا هدا هدا. اف يا الله مخي بق. صبي اف لا تفرك يا صبي ذبحتني. بابا ليحه. وصل صوتك وصل. ابي ببسي يا عمي. انا اللي قاعد ابسي بدموع والله. ابي اندومي. انا بطلع من هدومي. اب اب. ابوك انت. حيوانه انت. زلافه. لا تبتش لا تبتشونا. هذا لا تبتشونا. ما يحتاج تبروز. واصل الصوت. وين نورة؟ وين نورة؟ خط بدلة يا نورة. نورة خط بدلة. يا نورة تعالي بدلة عبد الله. نورة يايبة مرت فرعون تربي عيالك. يا بابا هذه كانت تصيد أسود في أفريقيا والقهر اسمها نورة. يلا نورة روحي بدلي عبد الله. يلا يا ماما. يلا 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 ي
خايف خايف منها خايف. بس حبيبي بس يا بابا بس. يخاف كله تجري تجري. لا 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 نورة حلوة ما تطقك. يخاف منها معقدتها. ذاك اليوم مر على الغرفة أنا سمع يقول ويلي كاهي لاحت كاهي لاحت. دشيت الغرفة ولا يبطل الليت كاهي صك الليت لاحت. مخرعته. ليش حلوة نورة؟ أي حلوة الله يهداك ناظرت مسوس الله يهداك بيبي. كله تجني ماما. طقك؟ تجني. لا تغني تزمني. منها خدامة منها وسواصة الحمد لله روحي. خلاص روحي روحي. هي راحت هي. يلا يلا روحي وروحي. عبود عبود. خلينا نلعب غميضة. لا يلا يلا. ما بغميضة بلبيدة. لا. لا ده لا ده لا ده. هذه لبتي. بعد. خل نفتك منه تبت تخشي باي إيه بابا. روح الوفرة نخش وانا ابوك روح سالة بابا ابو ديت اديته الله كليك ايد يلي واحد اثنين عشرة انت كله انا يلا روح روح نكسو نكسو خشوا بسرعة يلا واحد انت اثنين لا تعصر وانت تعد يا صبي ثلاثة اشوة ستج موانح افيا ولد ايده ثقيلة هناك اخوانك جيب ستج مو انا اخواني ابود 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 شوف برهوم ومن خش المليق ابوك ايه عيب. انت زلافه من خش ورا ورا ارجع ابري اخاي اخاي ساد يلا روح داخل يلا روح داخل يلا لبتي لبتي هل انت وين انا ما ادري اسيق السياره ددي بابا انا اخذ مني اللبده بدك اخذ ابوك لك شيء شيء ما ادري ايش قلت بس ما يخالف اخوك حبيبي ابوك ها عيب صبي شفت تربيتك بعيالك شفت تربيتك الله يهداك تمشي وراك ما شفتها عبالي ظلالك والله يمشي وراك دراني بعد ماكو خدم غله من الغير الله يهداك ماكو خدم يا بابا كنتش حلوك وزينك لما كنت مجابلتنا في بيت مجابلتني في بيتنا الصغير انا لما اعطيتك هالشهاده هذه جمعت لك البيزه على البيزه عشان تاخذين شهاده في القانون قلت يمكن بشهادتك وانا بتربيتي الوطنيه حق عيالنا نطلع عيالنا غير لكن للاسف تغيرتي وتغير قلبك علي يا مريم لا يبا انا ما تغيرت هذا انا بس انا اشوف شيء انت ما تشوفه الحين انت بتقنعني معاشك معاش مدرس بيب لي هالفيلا والخدم والحشم اي خدم اي حشم الله هداد انا ما اشوف بالبيت الا مهاوش عيالك وتكسرهم بالاغراض كل يوم من وهم صغار للحين يلا ما همك الا مواعينك بس اي ضيوفي الحين بيون شحط لهم شقدم لهم يلا عاد اسمع نعم. ابيك انت وعيالك الحين ترجعوا لي هالبيت قصر ان شاء الله عمتي حاضرين رجع لي يا قصر نظفي ونظف نظف نظف اذا تبون بيتنا يتعدل يرد يصير مثل اول حط ايدك بيدي وياي وياي بالاخلاص وبالهمه شمل بيتنا نلمه لا نختلف بالراي بالراي هذا بيتنا بنسمعه باحلى صوره بنطلعه ضيوفنا جايين جايين شفتوا بيتنا تجدد دام كلنا نتوحد قلب واحد صايرين صايرين وانا قلت اشكره يا حلوك يا بيتنا ترى سرى حبك فينا سرى مثلك ما يدور ما يدور بضيوفنا هلا لكم منا حب وغلا القلب عنكم لا مسألة الكل مسرور مسرور اهلا هلا في ضيفنا الغالي ومدامو اهلا هلا القلب شايل لكم سلامو اهلا هلا في ضيفنا الغالي ومدامو اهلا هلا القلب شايل لكم سلامو البيت في وجودك
منكم نور يا نور الدنيا واكثر غلاكم فينا يكبر اكثر مليون مليون هلا ومرحب في ضيوفنا الرحب القلب اسع وارحب في الدار البيت في وجودكم نور يا نور الدنيا واكثر غلاكم فينا يكبر اكثر مليون هلا ومرحب في ضيوفنا الرحب القلب اسع وارحب في الدار وانا قلت اشكرك يا حلوك يا بدنا ترى سرى حبك فينا سرى ومثلك ما يدور ما يدور بضيوفنا هلا لكم منا حب وغلا القلب عنكم لا مسل الكل مسرور مسرور ما شاء الله شنو ريحه البخور والدهن العود ريحه حلو شنو هذا وين يا فطاطي غاضنا كاميرتي وين ماكو شيء سراويلي بالمكتبه وينهم صوت ماكو حتى صوتي راح سوالي بالمكتبه يبا وينه راك بالمكتبه شكو مو الصبح عشان اروح مدرسه اللبسه لا 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 اي حاط اغراضك هني بالمكتبه مو ما اقوم الصبح يبا ما اقوم الحصه الثانيه تلاشنا ها شنو كل شيء تغير كل شيء تغير في البيت يا يبا سبحان الله شنو هذا انت بس يا جماعه شنو هذا تحط اتصالك بالمكتبه شنو تحط اتصالك بالمكتبه يا ابراهيم اطلع منها ردت بلاعيمي تعال يا ابو ايه ها ايش عندك شنو حط راويك بالمكتبه انت هني الله يهداك وين يا يبا شلون الله شاقة يا بابا ننظف البيت هني امك لا اشتهت تنظف البيت تنظفه اخوي 9 7 3 يا سبي سن سن امك هذه امك نسيتها نسيتها شدوس امي طعمي شو صارت شي الصالون غيرت شمي ما شاء الله صرتي اصغر من ايمانو شي تغيرتي شفت خلي امي طعبوي شو صار يا لا اله الا الله انا هني وين ابوك انت ايش فيك شفت ابوي انا ابوك هني هذا وين انا اقول الخشب هذا يا بعدين الله يخليك كني البو بشير اللي واقف قدامك يما منو حارس المرمى هذا هذا النادل النذل طالع ليش يا بقول على نفسه مو النذل الله يهداك هذا النادل اللي يجيب الصمون حق الضيوف يجيب ايه ناتشي بالفنطاس اصليه ايه الله صمون في صمون يبا شنو صمون انا جايبته من شارع المطاعم لعيوني انا هذا جايبته من اكبر الاوتيلات اللي بيقدم لنا البوفيه اليوم عندنا بوفيه بالبيت يلا خلي ينشب تكفى انت عم ينشب لا اصبر خليون للضيوف وبعدين ننشب لا لا ناكل واللي يزيد نعطيه للضيوف هب يما يواع ما كلنا شيء من الصبح الغدا انت ما صدق غدا عيب نعطي ضيوفنا فضله عيب انا كيري انا كيري الصبح أصبر. هذا اخوي كلاها كلها هذا انا على بيضه من الصبح اصبر الحين يجون وناكل اصبر ومثل ما وصيتكم ما بشيطانه اللي تشيطن امنع عنا المصروف ان شاء الله ماكو الخوف من هذا وهذا وهذه انا عقل واحد فيهم لا تحاتي اي لا صح اي عبيد اسمع يما اذا صرت عاجل اعطيك 10 دنانير اعطيني 10 دنانير واطلع من البيت كله لا 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 اعطيك مدام ها لو سوا دوني اي سيفو عليك على ويك لا تغلط ما غلط يبا قاعد تحكي عراقي لا وينك انت خطيه انت ما يعرف لك الا حسن البلام هو يحكي وياك هل شنو حاكيكم عراقي لا هذا قاعد يحكيكم فرنسي وي 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 كرسي هب عدل شنو كرسي اسف يما اسف لا ميرسي ويعني شكرا شوف نفسي ساقط هذا مسيو كومون تيليفو ميرسي يس بات وي مدام يلا وي وي روح يلا عن الشيطانة مثل ما وصيت 20 ها اي 20 لو مسيو بو خمسيو Wow.
الملايين. مرحبا بك ابوي، كيف حالك يا مراشد؟ هلا فيك، خبريني عن صحتك. الله يسلمك. زين ما زين ان شاء الله. اقدم لك ليمونه فؤادي وفراوله حبي ام خميس. اقدم لك بطيخه اهلي وخوخه فؤادي ابوي. يا ونعم. هاي هاي. ايش قاعد تسوون؟ عياده الميدان. ها؟ خصمي منه. طبعا هذه عائلتي الكريمه، خليني اعرفك عليها. في البدايه زوجي ابو راشد ناظر مدرسه. ناظر ما شاء الله مدرسه ناظر. امك رقتني بكلمه طلعت اقوى من وزير التربيه. طبعا بنتي ايمان الكبيره خريجه كليه العلوم الاداريه والسياسيه وزاره الاعلام، مذيعه كبيره في برنامج معروف كبير يطلع على التلفزيون ومعروفه. غلطانه، خاف هي الجامعه كلها. قولي لي ايمان نجم وفكي نفسك. طبعا ولدي راشد صوت الحق، رئيس القائمه الطلابيه مرشح. ما شاء الله. وما حد صوت له حتى ونام، ما راح صوت حق نفسه. يا بابا ولدك ما وصل مرحله يافطه. طبعا ولدي الفنان والموسيقار وعازف الاوبرا والاوكسترا ابراهيم. اوكسترا اوكسترا يقول شنو في اكسترا بنادول يما نزل. اذا عمي يبي منه تحميله نايت ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا جعدتي عبد الله الاول بالمدرسه. شنو ولدك ما طلع من باب المدرسه الاول؟ يا ابو راشد ساك الله بخت. ابو راشد. اي انا ابو من الكذب نسيت مال امك. شو سوي؟ كيف حالك ابوي؟ الله يسلمك. ما شاء الله عليك ناظر. ناظر جدكم حافي. سويتيني ناظر حسبي الله عليك. شو هاي انتوا الكويتيين؟ في بيت واحد، شو هاي؟ في بيت واحد وفيه عدة اطياف، الناظر والاول على المدرسة والاعلامية والموسيقار ورئيس قائمة طلابية وصبينة إبرة السكر. كل هاي في بيت واحد وليس بينكم ضرابة ولا مباخم ولا شيء. اذكر ربك اذكر ربك، قول لا إله إلا الله يا أبو خميس. تبارك الرحمن. إين وبحارة يا مراشد. إيه نعم عشان كذا بنشوف المشاريع. إيه حياك الله. نعم. الساعة المباركة تسوي مشاريعكم هني عندنا بالديرة. لهي لهي. شنو؟ لهي لهي. شو قاعد يسوي؟ نعم. شو بيستوي؟ لا مشاريع، مشاريع يا صبي. انت يا صبيش طول عمري حلم اشوف وجه مخماس. يا سلام اكل العافيه مدام. يما لو دوني ابغي بخير الله يسلمك. اه وي وي. طبعا هو قاعد يبلغكم ان العشاء جاهز. هيا تفضلوا حياكم، هذا موعد عشاكم، ذوقوا احلى الاطباق اطباق. تفضلوا حياكم، هذا موعد عشاكم، ذوقوا احلى الاطباق اطباق. سفرتنا تبرق تبرق حتى اكلنا يفرق، ترضي كل الاذواق. وانا قلت اشكرا يا حلوك يا بيتنا، ترى سرى حبك فينا سرى ومثلك ما يدور ما يدور. وانا قلت اشكرا يا حلوك يا بيتنا، ترى سرى حبك فينا سرى ومثلك ما يدور ما يدور. بضيوفنا هلا لكم منا حب وغلا، القلب عنكم لا مسل الكل مسرور مسرور. بس يا حبيبي بس قاعد تسوي ابي ورقه قباقي. اقعد عاجل بس يلا عاد. حياك الله يا ابو خميس. الله يحييك. اقعد انت ويانا الحين.
حياك الله يا ابو خميس وهذه الساعه المباركه وشرفتونا ونورتونا وتفضل بخير. الله يسلمك ساعه شمرك يا وراش ساعه شمرك بلش ناكل لا لا اصبر البس هذه يا واعي واعي البس هذه عشان لا تدمر يلا بسم الله الرحمن الرحيم لا اوه مسيو انت ايش قاعد تسوي شنو صلي دو شيرشو اي بس تكفى الزلف هذا نفس هذا بالضبط هلا اوه ما جو عبيت هذا يحطونه هنا عشان تاكل زين يبا ان شاء الله داخل داخل مو كذي يا عبيت مو كذي يا سمي يا ربي مو كذي عرفنا بسوالف احنا شلون يابا شلون حطها هني حطها هني اي مكان بس خلاص خلاص ايش قاعد تسوي لك موت علينا لا لا الولد لحقوا عليكم ما بيها ماني ماكل باقي عليها يوعان مسكين تغير ما يلا وريحه الاكل لذيذه تصدق يا ابو خميس انا من الصبح واقفه بالمطبخ اسوي لك هالبوفيه قويه 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 مرة لوين قطتها على الريال والريال ما يدش السالفه امك قطت صواريخ وايد قويه ما شاء الله ما شاء الله هاي كلها طباخك انت يا ام راشد عاد ام راشد لا اشتهت تطبخ تطبخ طافك غدانا اليوم يعني غدانا اليوم من كثر ما هو لذيذ تبطل الجدر يعني ما تلاقي شيء اي خفيف الغداء كلش تبطل الجدر فاضي ما يبين اكيد هو دايت 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 اي كلنا تديتنا لهني الا شو اسم الطبخه نعم الطبخه شو اسمها دقه دقني دقني انتوا ترقصون عليها احنا كل يوم ناكل دقني ضروري توكلين اياها يا مراجل ضروري الا هاي شو يا ابوي شيكوكو شيكوكو سيرينو سيرينو خيريرو خيريرو عاد ما صار الخيرير ولا صوبوي عليك بالعافيه يا ابوي الله يعافيك خللكم طالب خيرير وما تقول لي يا ولدي يا ولد عطني شوية من هذا خمخرينو شو اسمه خالتي؟ خمخري خمخري خنينو مشتهيت والله أبي اسمه بس عشان نجيب ليش خمخريبو خمخريبو خن خن خني خنينو هذا مالكم هذا خريريرو خريريرو خن خن خنينو طولها الله يخليك خل لا تاكلني أعطى خريريرو حار حار إيه الظاهر تول خرخريرو تبي خالتي شو اسمه؟ خم خم خنينو في عندي فسفسيسو ده تبي لا لا عاد الفسفسيسو عقبه هر هريرو مره واحده لا بس فيتامينات كلها خضره يبا اي بو خميس ما تبي خريريرو يا ابوي اذا من تزوجت هاي وانا ما اكل خريرو ولين هي الله يزيدك يا رب الله يسلمك امين الله يسلمك صحي لا تحاتي نعم هي خالتي تبين معاه شيء ثاني والله بعد ذاك الخير اي شيء عطني والله زي ما حنو هذا فس غنينو غير تبي شيء منك من ذاك الصب مطولينه تبي فاكهه فاكهه اجيبه قريبه تبي فاكهه 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 تبي اي ابي اناناس 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 اي وفوق التوت هذه مرتك للاسف اي لا والله خليها لك ان شاء الله ماشروم سوب ما شو شو شوربه ما تشوف شر الله يسلمك لا يا ابوي ليش الكلافه لا لا ما يبنى كنافه بس عشا ترى شوف انا كلافه يا ابوي انت تعش اول بعدين حلي شو حلي في ام جبن في ام نارين شو نارينه مو هذه الصينيه على تامين خمس زنانير كل هذا حتى الطاوله اجار بس داخل عشان ما تبين حلي راح تعشين يا حظي يقول لكم كلافه يعني لا تتعبون نفسكم لا تكلفون على عمركم اي نعم هاي الاكل ملين منه نبى اكلكم الطيب الكويتي اي والله نبى مشبوس نبى مطبق نبى هريسه هريسه مبر لوين قلت لك يمه خلنا نكون نعطيهم اكل كويتي ليش يمه طالبه من مطعم وخساير كرتك ما بقى فيه الا 3 دنانير وفلسته يا يمه من عقب ما كان فيه 90 دينار طارت كل اخواني على الالعاب مال الجيم مالها خلنا نجيب لهم يمه من الثلاجه في الفريزر مال تول تمس زبيدي ومموش يا نوره لا لا يبي الموش من الفريزر من يومين اشار بحريني دقوس صبار والفلفل يحبه ابوي يحط السماط بالحوش وشوي ميد لا ميد لا لا هذا الاكل الطيب اي والله هذا الاكل الطيب هذا نور العش نعم بس راح تاكل بشكل امني يلا الله يسلمك هذا طباع
طباخنا لبناني بس مظلل الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. ايش والديك؟ فضحنا عبيد فضحنا. ايش فيك؟ اهلا يا ام راشد، انا جئت كي اساعد. مشوا معاه مشوا معاه. افتح قلبك قبل يديك، فيه تجد ماذا لديك. لا تتعب نفسك وارتاح، سأعلق هذا المصباح. افتح قلبك قبل يديك، فيه تجد ماذا لديك. سيطق المدفع وانا قايل لك يا يمه ما ادفع. ماش هذا الافطار، هيا جرى هيا يا جار. ماش هذا الافطار، هيا جرى هيا يا جار. غشمره غشمره. ما شاء الله عليكم كويتيين، دمكم خفيف. غشمره يا ابو خميس غشمره، احنا الكويتيين اذا طاحت الميانه نحذف. الله يسلمك. تعال يا ابو خميس لا تخاف، تعال. يمكن بعد شوي يطيح الميانه بزود، يمكن نذبحكم ما ندري. تعال يا ابو خميس نضحكون معاك يا اهالي العبوديات. اي اي تعال تعال. ضحونا عيال. تعال نبي نطيح الميانه وياك. احنا كل يوم ناكل بالحوش وضحك وناسه، بس احنا من اجرنا هالطاوله حقكم احنا متويدين، ترى المواعين كلها اجار. كان مكتوب عليه مستوره. اجاب ما عليك، احنا كل ضحك وناسه. ما شاء الله عليكم يا اهل الكويت، طيبه وامن وامان، الله يخليكم الكويت. قول امين 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 يا رب العالمين امين. ما عليكم زود، ما عليكم زود يا اهل الامارات يا حلوين. عيال عمنا انتوا يا حلو الامارات واهلها يستاهلون. عاد احنا ما ننسى وقفتكم معانا بالغزو. اي نعم ما ننساها. ابوي اول كويتي طلع. احنا صامدين مع امنا قعدنا. اي نعم. والله يخلي لنا اهلنا واخواننا في السعوديه. اي نعم. وقطر والبحرين وعمان والامارات. ودول الخليج ما شاء الله. العالم الاسلامي وكل اللي وقفوا ويانا، الله لا يحرمنا منهم ان شاء الله. اي نعم. لو سعلكم من الدار يا ابوي. وعشان شيء، عشان الامن والامان، أنا قررت أجيب كل المشاريع. جايب مشاريب ممنوع بالكويت عندنا. لا لا يا أبوي، مو مشاريب. في خل ولقاح. لا لا يروح بالك بعيد، مشاريب. مشاريع. أنا سمعتها إب. نعم. الكويت دانت الخليج، دانت الدنيا. نحن يوم كنا صغارية الكتب المدرسية من وين بتي؟ بتي من عندكم أنت الكويت. ما شاء الله، أهل وفاء أهل وفاء أهل الإمارات، ما نسوا المعروف. كنا ندز لهم الكتب والدفاتر. تستاهلون عيال عمنا. خشمك في ديتك. الله يخليك ويسلمك. مسلسلاتكم. أي نعم. ما نتابع غير مسلسلاتكم نحن صغار. أي نسوي لهم بث خاص حق الإمارات. يستاهلون. يستاهلون يستاهلون. الكويت الكويت سباقة في كل شيء. نعم. في المسلسلات، في الفن، في السياسة، في المشاريع الضخمة. الكويت هي السباقة يا براشد. أي نعم. حنا الكويتيين أمانة إذا حبينا نسوي مشروع نسويه على أصوله. الكويت كلها مشاريع، أحلى المشاريع عندنا في الكويت. إذا تبي مشروع ما في منه بالعالم تعال الكويت. أنا مستعد أوديك تشوف مشاريع ما تشوفها بأي مكان ثاني. عندنا أكبر مجمع تجاري في العالم، الأفينيوز. يا أبوي شو أفينيوز؟ نحن عندنا 25,000 مجمع. أصغر مجمع عندنا أكبر من الأفينيوز مالكم هاي. أي والله. أوديك أعلى برج في العالم عندنا، برج التحرير. برج خليفة يتسند على برج التحرير مالكم هاي. أوديك فندق بسط الماي عندنا، المارينا. عندنا فندق تحت البحر وستين فندق في جزيرة النخلة فوق البحر. إيش حق عيوننا؟ يا ابوك هما من كثر الوناسه اللي عندهم يقولون خل نروح الكويت نضيق خلقنا شوي ونرد. عمي اوديك اكواريوم، ترى عندنا قرش صجي والله. ايوه صادتك ايمان اختي، اوديك هناك الدشه باربع دنانير تشوف اليريور العود. انا اختي كنا نطق على الجام لما انكسر. شو هاي؟ تعال في دبي مول ببلاش، فيه الاكواريوم، فيه اللخمه، فيه الفقمه، فيه كل شيء. في كلب البحر؟ في كلب البحر. بس لقيته، ما عندهم مثله. اوديك المدينه الترفيهيه. الله، خمس سنين صيانه تو الجندول خالص. ور لا تدش ثلاث دنانير ونص من الجمعيه بدينارين وربع. لا لا تعال عندي، انا اوديك عالم فراري.
أنا أوديك عالم شويخ صناعية. عندهم عالم فراري، إحنا حتى عالم دايهاتسو ما عندنا. يا رب حق أعطيناهم كتبنا، لو ماخذين كتبنا مو معطينهم أحسن. زين وين نوديهم؟ شان فادونا كتبنا إحنا، مو نعزع كتبنا بالعالم. أنا لقيتها، نوديهم حديقة الحيوانات. إي عمي، نوديك حديقة الحيوانات، عندنا بالعيد الأسد يتحكى. شو؟ إي نعم. شو أسد يتحكى؟ خليته الأسد يرمش؟ يقول باع. وأبوي؟ شو سويتوا فيتو؟ مهجن. شو قال لك؟ لبوة ونعيمي. أبوي. كويتيين شياطين احنا، كل شيء نسوي. ما شاء الله عليك. عندنا من عجائب الدنيا السبعة اثنين، الأسد هذا، وعندنا غوريلا عيوز عندها دقات تشرب سجاير. صار لها 40 سنة عندنا الحين، قاعدة طالب جنسية بعد 40 سنة. من كثر ما الشباب الفرواني يحذفونها بقطوف قامت تدخن. آخر شيء سمعت أنها تزوجت الحارس مال القفص، الحمد لله. لا يبا، البنغالي اعتدى عليها. لا يا أبويا، ما بغى يصير هاي، كلها مشاكل هاي، وأنا باها. لا لا تروح، درباك على هلك. شو هلي؟ لا يا أبويا، ما بغى يصير. عادة تعال عندي وديك سفاري، وديك المها، هاي شو؟ يا جماعة ضغطوه، هذا كل شيء عندهم. وين نوديهم؟ تكفى الكويت فيها كل شيء، طلعوا. شارع المطاعم. نوديك يا عمي شارع المطاعم. أوديك الجي بي آر. شارع الحب. شارع الحب. أوديك شارع الشيخ زايد. أوديك سكيتنج. أوديك مول الإمارات فيه جبل ثلج. صالحية صالحية صالحية. صالحية. أوديك أرمني. ما تأخذني ولدكم؟ بس يومين وأرجع اليوم، أرجع الكويت. أنا أقول ما دام عندهم كل هذا، ليش ما نوديهم نمشيهم عندهم ونردهم هني مرة ثانية؟ لقيتها. شو؟ أوديك مكان ما حد عنده مثله. لا عندنا. لا مو عندكم. شو هو؟ مجلس الأمة. أودي قاعة عبد الله السالم، الدستور، حرية الكلمة، حرية المرأة، الحرية بحدود الأدب والقانون. أيوة. نعم، عاد أنتوا الكويت في الديمقراطية والحرية والدستور أبداً ما تنصادون. الحمد لله فزنا. الله يخلي لنا الدستور. أشوى. يا رب. آمين يا رب. أشوى طلع عندنا شيء ثاني غير الأسد والغوريلا يا معود. نعم. أنا يا أشوف المشاريع اللي سمعت عنها في البلاد، مشاريع ضخمة. عمي قول وين ما تبي أبوي يوديك، بس قول وين تبي. أبغى أسير مشروع مدينة الحرير. أي مدينة حرير؟ سندباد حنا. قصد البلوكات يبوي. أي بلوكات؟ كاكولي منزل خوش خام في حق غايل حق حريم. كاكولي عند عبد الرضا هناك يعطي خوش خام. يا عبيد أي بلوكات وين رايح أنت الله هداك؟ مدينة الحرير هذه مدينة كاملة المفروض مسوينها عندنا، صار فيه لها ميزانية بالمليارات، لكن للأسف ما تنفذت، والمليارات بخير الله يسلمك. عم بالمشروع سري تحت الأرض عشان ما ينباق. إيه رجعها رجعها. غيره أبغى أسير مشروع مستشفى يابر الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه برحمته. قصدك مشروع مستشفى الصباح. مستشفى يابر. عني اخر مشروع سويته وزاره الصحه مستشفى الصباح. لا يا ابويا. بلا، سوت جسرين بوسط الصباح، واحد يودي الاطفال وواحد يودي الصدري، عشان اذا عندك ميت تخلص اوراقه بسرعه تفتح. لا الله ولا فالك، لا مو هو هاي، مستشفى يابر. اخاف يقصد يبا استاذ جابر. لا يا يبا استاذ جابر الا كنا تاير مبنشر على صوب. والله لا يا بابا، مستشفى جابر هذه مستشفى كامله عندنا، هم صار فيه لها ملايين، لكن للاسف هم ما صارت بعد مشروع. لكن ابشرك يا ابو خميس، الحمد لله وزاره الصحه ما تقصر عندنا، شروا 4 قواطي بنادول وغير شيء تندو وكحه، والمستشفى 2090 يمكن 3000 سنه 3000 خالص. ان شاء الله مرتك السنه الجايه تولد عندنا. منو يولد هاي؟ يعني شنو ابيض؟ خاف استنساخ. طاف عليها العمر هاي خلاص. الله يطول لي بعمرك. الله يسلم عمرك ان شاء الله. الزينه مشروع المدينه الجامعيه اللي في شداديه. ويه عمي الجامعه بالخالديه. شداديه. شداديه مخيمات يا عمي. يا ابوي شداديه مدينه جامعيه. جاي من الامارات يدليني. اللي جاي من الامارات يعرف احسن مني ومنك كم ما تدري يا عبيد. هذه المدينه الجامعيه يا بابا لو صايره عندنا، هذه فيها سكن للطلبه، فيها مواقف، فيها حدائق، فيها كل شيء. الله يبا هذه وينها بدال جامعتنا اللي ما فيها مواقف؟ تخيل انا طالب اسقط هناك يخلفوني. عيل انا ليش رحت امريكا ودرست وتقربت وحالتي حاله؟ كان درست هني بالكويت. اي والله هذه المدينه الجامعيه اللي لو صايره كان الاهالي ما تكلفوا هالالاف مؤلفه يقطونها على الجامعات الخاصه اللي انهبتهم، كان عيالنا ما تقربوا واهليهم انحرموا منهم في الغربه، كان تموا في حضون اهاليهم هني ودهننا في مكبتنا. علشان كذي يا يبا عزبت ما خلص الثانويه الا لما تخلص المدينه الجامعيه.
حيل منت ناجح مولي. كل شيء بيستوي وكل شيء بيصير قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عشان شيء انا جيت عشان ننمي البلد انا ام راشد مو شيء ام راشد. اي كذي كذي يلا يا ابوي خد وقع العقد قبل العشاء. اي ابشر. لحظه يا ام راشد لحظه يا ابو خميس. اخواننا من الامارات على عيننا وعلى راسنا حياكم الله بيت بيتكم طال عمركم لكن بس على العشاء. اما عقد وما عقد انا ضد العقد هذا. ليش يا ابو؟ اي نعم. ليش يا ابو؟ العقد هذا بيخلينا نفقد امكم احنا كذي وهاملتنا بعد توقع هالعقد ما اشوفها بالبيت. لا يا يبا حرام عليك. خلنا نشوف مستقبلنا يا يبا. يبا نبي الكويت تتطور يا يبا. روح شوف المطار عندهم يا ابو طياره مطابقين واحنا ما عندنا 16 طياره 9 خربانين. ركبت بوحده وشفت التواير بلا. شوف القاع يا يبا. ويا يبا يا يبا مطارهم يجيله كم مليون زائر واحنا البنغاليه اللي يشيلون الجناط اكثر من المسافرين. يا يبا بس بدبي فيها اكثر من 500 فندق واحنا بس 7 فنادق. واحد يطلع على مقبره وواحد على البحر درايشه على الشارع ايش حق مسوين انا ما ادري. وواحد باني على املاك الدوله وواحد باني بالبحر وما عنده ترخيص وكل يوم يهددونه بنسحب منك الفندق. شنو هذا؟ اذا يومنا الزوار وين يسكنون يا يبا؟ انا شكو بهالعالم يا يبا. انا امكم فاقدها في البيت. امكم الحين انا صرنا وياها ربع كنا واحد من ربع. السلام عليكم ولا مرحبا. ما اشوفها بالبيت يا بابا. بتصلح كل هذا خلها تنتبه حقكم حق بيتها. اذا وقعت العقد هذا احنا بنفقدها بزياده. لا يا ام راشد انا ماني معاك لا توقعين العقد. هو ليش يا ابو راشد ليش؟ ما سمعت ايش يقول؟ ديرتهم كلها مشاريع وانجازات، خنيبها هني نعمرها بديرتنا. الكويت اللي كانوا يسمونها دانة الدنيا قام يسمونها كويت الماضي يا ابو راشد. انا بوقع العقد وبخليها كويت المستقبل. اذا تبينها تصير كويت المستقبل صدق نمي في عيالك، نمي في بيتك. اخواننا في الامارات تعبوا على عيالهم وعلى شعبهم. اذا تبينا نصير مثلهم ونلحق عليهم ان شاء الله نمي في بيتك، نمي في افرادنا. التنميه الحقيقيه في الافراد، في الشعب، في بيت في بيتنا اول ما نبدي. يعني يبقى كل هالسنين احنا ما نمينا؟ لا ناقص نموكم. براشد انا بوقع العقد. ها اذا وقعت يا ام راشد لا تلومين لنفسك في اللي بسويه. ترى قاعد اقول لك اياه وقولوا لها يا عيال. اذا وقعتي ترى بتزوج عليك وغيرك يا ام راشد. لا يا يبا لا علموها. لا يا يبا حتى اذا تزوجت ما راح يجونك عيال احلى من عندنا. لا يبا موت عاد الشعر اشكر لهني انت. يا يبا ما يصير ما يصير عقب هالسنين تدمي وتغيرها يا يبا. يا يبا خل امي تشتغل خل نعمر الديره. مو كافي فلوس الاجيال القادمه قاعده عند الاجانب وعيالهم هناك يشتغلون مصانع احنا نملكها وعيالنا قاعدين بلا شغل. هذا اخوي قاعد صار له سنتين ينطر وظيفه يبي يتزوج مو قادر يتزوج وهذه بطاليه من محطه لمحطه وهذا اذا خلص الجامعه ما راح يلقى وظيفه مو لاقين وظايف. خلي تصير عندنا مشاريع يا يبا. امك شكوا في كل هذا. امك خل تنتبه حق بيتها اول. خل تدير بالها علينا احنا متزوج البنك المركزي انا. خل تدير بالها على عيالها وبعدين تصلح المجتمع وتصلح غيره وغيره. لا يا بابا انا قاعد اقول لكم يا كلموها اذا وقعت العقد ترى بتزوج عليها وغيرها. Yeah.
الزوج يريد تغيير المدام، الزوج يريد تغيير المدام. دينارين ما عندي نقوس ما عندي وعاد انت تفشل ما عندك شيء الحية. الو ايه لحظة رشود اسمي راشد كله اسم تعال في ناس يبونك قول لهم هوني اقول لهم هوني لا لا يا جي الحية هي ابراهيم وش قاعد تسوي انت صوت الحق كذاب كذبة بيضة يا جاهل ايش فهمك انت تعال قاعد تلون الكذب على كيفك زين هاك خليني اقول لك منو منو معجبة محجبة صار ثلاث ايام تقول ابي راشد صوت الحاق يلا يلا هناك 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 خلص البيت وانا اروح الو هلا هلا ابو انس اللي ابو انس يا اخوك اسمح لي بعد الهجوم والناس قاعدين يلحقوني بتلفونات البيت اي هجوم ايش دعوه بن لادن شلون يا اخوك الهجوم زايد علي بتويتر هالايام اي تويتر عندك 13 واحد يجمعهم ولعب كره قدم احسن لك لا 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 تحاتي لا تحاتي يا عليك من ناحيه الفيسبوك راح اشد الهجوم عليهم الفيسبوك عندك 12 انا وايمان وعشرة عبيد كل ما يسوي حساب ينسى الباسورد ترى انت مسخره بس يا جل بس اخوي فشل مسخره ابراهيمو يا جل الو هلا هلا ابو انس شلون
تبيني اي انا وقال تحت الصفات طال عمرك شو القائم في داخل الجامعه شو ودينا الصفات زين عندكم ترخيص ايش ترخيص وانت بتفتح بقاله روح ساحه الاراده ما تحتاج ترخيص اعطوكم ساحه الاراده شو ودينا الصفات يصير خير راشد لا توقف ضدي وتروح ساحه الصفات تعال معي ساحه الاراده تعال اخوك وقف معاي انت شكو انت روح صلب الاول انا اروح المسجد ما اشوفك لا بالله خسرت القائمه هذا اللي ناقص بعد اختي مذيعه واخوي مطرب وبيصير ممثل وش فيه التمثيل يا راشد ايش فيه ترى الفن ذوق واحساس وحبونا كل الناس ذبحتنا ما يصير باكر انا مثل اطلع بالتلفزيون امثل واقدم واغني اسوي كل شيء ما يصير يعني ذبحتنا يا راشد اول مره اتكلم عن الفن والغنى وما تطقني ولا تسوي شيء الله يسامحك راشد قلبت ما اقصد تلبس ملابس امي ما اقصد قاعد غشمر وياك يا حظي انا امك امك هاي قولي ما شفت ابوك من امس مو مبين اي ما ادور وانا وابوي من الصبح لا انا ولا راشد ما ندري ولا يا حسره قلبي يا حسره قلبي لا يكون ابوك سواها وتزوج علي تزوج عليك يا يما ابوي يحبك ما يسويها اعطيني دينار ألف خل اتزوج خل انزل اغنيه خل الحق على راشد لا يحط عليه هو ربعه روح زين ما سمعت ابوك يقول بيغيرني يرضيك عاد ابوك يغيرني لا لا يا حضره الناظر لا اسمح لي اسمح لي ولا طالب يطلع يبا لا ولا طالب يطلع التربية الوطنية أهم وأبدى يا حضرة الناظر نعم أهم وأبدى من المهرجانات أبو راشد استريح التربية الوطنية عندي أهم وأبدى خلي يتعلمون حب الوطن وبعدين يروحون يسووا لي مهرجانات وأغاني تدري شلون حضرة الناظر الحكي وياك بالتليفون ما ينفع أنا قبل الطابور وأتفاهم معاك هناك بالمدرسة مع السلامة أبو راشد ريلي أبو عيالي ويه ويه من امتها الحكي الحلو ابو راشد انت وين نمت فيه امس الله تساليني انا وين نمت فيه اي والله يبي لها المناحه يا ابوكي والله عشره العمر اللي طافت والسنين ما تدرين عني اذا انا كليت ولا شربت نمت ولا قعدت دشيت البيت ولا طلعت برا بس قلت بتزوج صرت الحين تسأليني وين رايح وين راد ابو راشد ولا يهمك كفو عليك كل شيء تصلح تصلح يعني بتشكين العقد؟ لا العقد لا يا ابو راشد ها. ولدك هذا يبي 200 دينار ويبي تزوج والثانية يبي سيارة وبنتك ما تبي تلبس الا ماركات وانت كلك مدرس معاشك ما يسوي شيء خلنا امن مستقبل عيالي ولدي يبي 200 دينار يبي تزوج العروس بياخذها على بيت التمويل ولا التشغيلات بيقصدها على 5 سنين ان شاء الله والثاني ما تخرج شاريت له سيارة ب 21,000 لا تخرج شو تجيبي له برج العرب تشتري له اياه يا بابا خربت البيت وخربت العيال وانا المدرس اللي قدامك اللي مو عاجبك انا اساس هالبيت اساس هالاسره لكن لعلمك عاد المدرس اللي قدامك هذا ترى خطب ها اي نعم وملكتي الاسبوع الجاي ليش يا ابو راشد انا مرتك ام عيالك يا ابو راشد هذا يزايد حط على راسي مره يا ابو راشد ابو راشد ابو راشد تعال قول لي انا سويت يا ابو راشد قول لي انا سويت سويت روحي وأقول بيدي جرحت يدي وزد جروحي بنوحي على خدي بطل أمريكانو متأخر.
استاذ محمد انا تاخر قاعد ادور على كتاب استاذ مال الرياضيات انت هذا رياضيات بالله هذا كيمياء استاذ نسيته راح برياضيتي تعال يبا تعال قاعد مكانك ذبحنا يا شباب عندنا بريت وطني من حاب يسجل استاذ تبي تسجل تعرف تغني غني بس استاذ انا بعد بشارك قول بشارك بالوطني اي وطني المجلس اي مجلس يبقى ابريت ابريت شباب اللي بيشارك يروح المدرس البدنيه يسجل اسمه هناك عشان يشيل من اسم الغياب اقعد يا صبي انت وياه اقعد يا صبي ماكو طلعه ماكو طلعه قعدوا ماكو يا حضره الناظر قلت لك انا التربيه الوطنيه اهم وابدا اي نعم خلي يتعلمون حب الوطن هل يعرفون قيمة هالديرة وبعدين يروحون يغنون لي أغاني وأناشيد وهالسوالف هذه ولو سمحت تفضل عندي شرح والحصة قاعدة تروح مني تفضل أنا الناظر تقولي تفضل يا أستاذ إيش تبين أسوي أطلب ولي أمرك مثلا بس يا أستاذ نعم ترى بكتب فيك كتاب أودي المنطقة التعليمية ود المنطقة الصناعية ما يهمني يا أستاذ حول الوزارة حوله وين ما تحوله ما يهمني أفعلي بس ماشي أستاذ ماشي ولا غندي ولا يهمني ماشي ماشي أستاذ تفضل ماكو روحة راح تروح العدو ما بلاعيمك وصلوا هني يا أبنائي ورانا درس سريع وخلونا ناخذ كشف الغياب بسرعة علشان الحصة وايد مهمة اليوم اللي يسمع اسمه يقول نعم على طول عبد الله محمد فريد انا قايل اسمك ولا قط نكته لا لا علي علاوي طالع نازل اسمك علي علاوي طالع نازل مولود بصنصير انت شنو الاسماء الغريبه اللي قاعد يقول لي اياها وليد احمد المفيدي غايبين الاثنين توام غايبين ما شاء الله ايش في الطاوله كذي تقشف شنو الاسماء اللي كل يوم طلبه يدد دينار دعم شبه يا بابا هذا اسم ولا قطيه ايش فيكم شنو هالطلب اللي جايبين لي اياهم شنو هذا شنو هذا اسد اصفر هارب اسمك اسد اصفر هارب وخال صير ممنوع الوقوف حسبي الله عليك منو حضرتك يا بابا منو انت يا استاذ عامر طال عمرك منو انت انا استاذ طالب جديد توني متعين بالمدرسه استاذ شو اسمك انت اسمي جمال عيسى الردهان نعم جمال الردهان نسخه الصومال انت كان زين جمال الردهان ضعيف كذي اقعد مكانك حاضر استاذ لما تسمع اسمك قول نعم ان شاء الله استاذ شنو هذا اسماء غريبه تفضل نعم مو انت يا بابا قاعد اقول لك تفضل حبيبي اقعد اي نعم سيد. اقعد واقف خلك قاعد وانت واقف استاذ اقعد ولا اوقف اقعد يا عمي خلصني حاضر لله اسد اصفر هارب عرفناك منو جمشيد غلوم عباس بلق توج شنو بلق قاعدين بطهران احنا موجوده هني شنو موجوده قاعد. قول انا موجود انا موجوده قاعد هني انت قعدي اقعد فضحتونا حسبي الله عليكم شنو هذا شنو هذا رمثان بعير جورج نعم سيد مدار رمايه هو نعم سيدي ايه بعد دراسه قلت ادش الحرس وفلوس وبعاش وكذا اسمك رمثان بعير جورج الله الله ايش دخل بعير بجورج بدو واشنطن حنا ايش بلاك والله بدو واشنطن اقول استاذ نعم ترى اسمي مو اسمه انت اسمك رمثان بعير جورج قول والنعم والنعم عمي انا اسف حقك علي يوم ان اسمه انت ايش حقه واقف والله اسمك يا دقع ها من تعرف اذا اسمك ولا اسمه هذا غير شغله عادي يا ولد عادي شنو يا ولد قاعد وياك بالديوانيه انا هو ولد عمي اي شنو ولد عمك يعني عادي يمون علي انتبادل اسامي شنو انتبادل اسامي فنايل هي لاعبين دوري بالفريج
هذا اسمه رمثان بعير جورج، انت شو اسمك؟ انا رميثان بعير. شنو؟ وانا رمثان بعير. وبعير هو ولد عمي. وش ولد تعلم هذا ايش فيك؟ وتعلم بعير يا بعير يا بعير تبعرروا. خير شغله جاخور مو اسم هذا الله يهداك. تفضل. نمر عقاب صقر. يس. اسمك نمر عقاب صقر؟ ايه حياتي. شنو حياتي؟ شنو حياتي؟ ما ادري يا صبي، بتفنشنا من الوزاره انت شنو؟ ما ادري ما قاعد اقول لك اللي بقلبي بس. قصة حب وهي شنو؟ اقول لك اللي بقلبي. ما ادري قول... ما ادري في ديتك. هذا اللي بيودرنا يا بابا. قول نعم استاذ بس لا تقول اي شيء ثاني. ان شاء الله بابا. بابا انت اسمك نمر وشمخ بعد. نمر بس خثل شويه. نمر تايواني انت. اقعد اقعد عمري اقعد. عاديتنا حسبي الله على ابليسك. منو بقى عندنا؟ شنو؟ خال مستنزل فاسخ. يلا سكنهم وساكنهم. الله اكبر الله اكبر. اقعد. شو الاسماء الغريبه هذه؟ عبد الله صالح راء. هذا عبيد ولدي وينه؟ غايب. شنو غايب؟ جاي معاي بنفس السياره. قدامي يا عبيد قدامي. ذهب احنا من مكان لمكان وانا وراك وراك. قدامي. ايش الناظر؟ حد مكتبك وداش علي بالحمام؟ شم قاعدك بالحمام يا عبيد؟ قاعد توضح حق صلاة الظهر. اي لا لا مع حق حضرة الناظر. نعم الفرصة اللي تعطونا حق الطلبة ما تكفي حق الصلاة. زيدوا الطلبة وقت خلي يصلون يعبدون ربهم يا حضرة الناظر. يا استاذ هذا قرار من الوزارة مو بيدي. اي يعني شنو الوزارة تبي الطلبة بوذا مثلا؟ الحين مو مطلع لي ولا واحد من الصف، وهذا من مكان لمكان من مكان لمكان. اراويك فيه الحمام يا يبي. شو تسوي انت الغدا؟ كل ما توضى اشوفه يبطل وضوئي. مخرعك مخرعك. خوف. اقعد اقعد عبود اقعد. تا 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 باكر مالك دشه عندي المدرسه الا معاك ولي امرك. سمعتني يبي اقول لك في البيت ولا الحين؟ لا لا شوفني باكر اخاف مشغول بالدوام انا ما اقدر اجي وياك. روح ان شاء الله يبي. حسبي الله على ابليسكم. يا ابنائي هلا يبي. مو انت يا يبي بعدين لا تقول يا يبا، قول استاذ. انا هناك بالبيت يبا، هني استاذ بس. ان شاء الله استاذ يبا. ها قول استاذ بس. استاذ بس يبا. استاذ يبا. كلهم يدون منو هذا؟ ابو غلطان. عطهم الرقم المدني بعد. 3-2-1. يا صبي يا بي هذا ابوك؟ قلت تم العشاء الليله عندي. نبغى سندويكه هرديز. لا وش هرديز؟ مطعم الشايب كنتاتشو. شنو كنتاتشو؟ ذبحنا مع المطاعم ذاك اليوم. يعني يقول لي يا استاذ قصيت على المطعم. قلت له شلون؟ كان يقول طلبت وجبه عائليه وانا الحالي. يلا تفضل. كلنا نسوي كذي يبا. هذا انت اللي قايل له. يو عمين معطي رقم. يلا على ابليسكم. هذا معطي رقم ياكل سندويكه. والله كباب. يا ابنائي الطلبه احب اقول لكم الدرس اللي عندنا اليوم. ابنائك منو؟ انا ولدك بس. كلهم ابنائي الطلبه. هذول كلهم ابنائي؟ اي نعم. تعالوا سكنوا عنده بالبيت. ها يا بابا انا ادرسهم يصيرون ابنائي الطلبه. انت ابونا؟ اي نعم. اجل الشايب بالبيت هذا منهم؟ كل يوم اقول له يبا ليه؟ ها هذاك ابوك في البيت وانا ابوك في المدرسه. شفتاتي هي ولا وش؟ سسترات احنا عندك شنو؟ يا بابا هذاك ابوك في البيت وانا مثل ابوك هني. من حظك عندك ابوين. انا ابو واحد اشوفه هني وهناك. يبدل فينا احنا. يا ابنائي الطلبه درس اليوم وايد مهم وابيكم تنتبهوا له عدل. درس اليوم يتكلم عن نبذ الفتن. الله الله يا يبقول انا. لا لا حلو الموضوع عن نبذ التتن. اي تتن؟ اي تتن عبيد ذبحتني. تتن انا السنه بنجح انا. قاعد ادرس بقهوه بحولي انا. لازم انا السنه الاول يبقى ناجح ناجح السنه. اي لا ما شاء الله انجح فكني 3 سنوات ساقط. منك يبقى ساقط؟ مني انا شكو. ما توصي علي؟ بدل ما تروح تقول توصي على المدرسين تروح تقول لهم خذوا لحم ردوا لي عظم. دي اي نايف انا. انجح يا عبيد شد حيلك وتنجح. يا رميثان نخيتك. هلا
تكفى السنة نجحني وياك. أزهلها هالسنة تناجح علي أنا. لا ينجح علي أنا وسطاتي واجدة. لا يبا بينجحونك بالواسطة. يبا أنتو حفر ما منكم فايدة. ها. لا يبا هذا نبذ شو سميته؟ نبذ الفتن يا أبنائي، نبذ الفتن. منو يقدر يقول لي شنو معنى نبذ الفتن؟ وين 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 رايحين؟ وين رايحين يا بابا؟ نعم نعم نعم. شنو بريك دانس هو؟ ارفع ايدك هناك انا جاوبك. روح بتجاوب ولا تنتحر؟ حندري يا ابنائي نبذ الفتن. طش عرضه هي يا بابا. ارفع ايدك وياك بس خلاص. لحظة خلينا نشوف اللي قاعد يقحص هناك عشان يجاوب. بعد ايش تابع بعد حافظ انت كل شيء. صك الغاز صك الغاز. قاعد قاوم انت تقحص. رفيجي بيجاوب يا بابا. جاوب تفضل حبيبي. استاذ نعم اجاوب لك انا عن الفتن. نعم هذا نبت. منو نبت؟ نبت اي نعم نبت الشجره لما تكبر تطلع نبات. عمي اي مزرعه انت داش تتكلم؟ وين اي نبت يا نبذ يا بابا؟ اي نعم النبته النبته احنا الشجره مو لما تكبر الشجره مو تطلع نبته وزهره. ما شاء الله عليك دارس وما تقول لي شنو دارس انت الثاني يعني يكون اجاوب صح. اقعد مكانك. اثمرت اقعد. نبذ الفتن نبذ مو نبت. انت يا ببوكله انت ايه؟ انا مشغول قاعد اكتب الواجب. مشغول؟ قاعد اكتب الواجب. مشغول بطاط ولا؟ جاوبني حبيبي جاوبني. امر يا وقت الواجب الحين في المدرسه. امر تدلل ايش تبي؟ حاضرين احنا يلا تفضل. اثنين شاورما واحد بيبسي بسرعه يلا. بدي انا بطاط وياك فريري الحين جاي. تعال هني توليت ولك مقومك انا. ايش حقي تروح الكانتين؟ ابيك تجاوب. جاوب على قد السؤال. تفضل تفضل انت. تفضل جاوبني قول لي شنو معنى بيروقراطية؟ شنو؟ بيروقراطية. بيروقراطية؟ بيروقراطية. بيروقراطية. نطاطية. بيمطاطية. شنو نطاطية؟ هذا ها بيروقراطية هذا يعني كل واحد ما له شغل بالثاني صح؟ عطني زين شنو ايديولوجية؟ أنا الثلاث أشهر اللي طافوا هذا بطلعهم من شبدك اليوم. خفف علي شوي شمان والله. ديمقراطية زين. بيبقباطية. شنو بيبقباطية؟ دياي هو قاعد يبقبق. هذا شغلات في فلسفية هذا ما أعرفهم أنا. تعال هني تعال هني تعال هني. ما أفهم. تعال هني. قول لي خلاص نرد على سؤالنا الأولي. قول لي شنو نبذ الفتن؟ يعني شنو تبيها بالتفصيل ولا مختصر ممل يعني؟ اي واحد فيهم بالتفصيل ولا مختصر ممل عطنا. يعني تبي نبذ. اي حلو عطنا نبذ. كان يا مكان في قديم الزمان. معاك انا شنو هذا قالوا طق قاعد طقنت. اي نظام قديم انا تلشح. شنو نبذ الفتن؟ الفتن ظهرت اول فتنه في جنوب غرب اسيا وقالوا العلماء والفلك ان هذه بدعه. شكو صدق. بعدين وين ما قلت لي لا شنو صار شنو شيب شيب. الله يقول لك بيوم هذا. شنو بيوم بيوم هذا شنو صار يعني اليوم هذا؟ والله لا طلع من كبدك انت شنو تطلع بدها تعبت قاعد تخلي شعرك. لا يلا تفضل. يقول لك سوي له. يقول لك في يوم هذا وفي الشهر هذا. من اللي يقول لك؟ يعني هذا مؤخرين. مؤخرين. أبي أنت ملخصاتك من وين تجيبهم؟ من مكتبة السنافر. لا من عامة. إيه يقول لك إن هذول قالوا إن بيه القطة. شو استفدنا إحنا الحين؟ لا. شنو المعلومة اللي أنت قلتها؟ بيه ما شاء الله. يقول لك السماء قطة كلها غرابات. شنو؟ غرابات وكل هذا. تعرف انت غرابات شنو؟ ما يخالف انت تراجعني بالبيت؟ شي راجع لك انت الثاني. عنده معلومات عامة. يا بابا عطني انزين فتنة شنو جمع فتنة؟
بعد ما يبيلها فتاين 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 بالزيت ولا بالجبنة؟ كل واحد حسب الطلب. اقعد هناك اقعد اقعد فتاين يقول. فحصلت معركة من معارك بني فتاين. اقعد لا افتنك الحين بهذا. اقعد زين اوكي اقعد مغير اصاط. اقعد حسبي الله عليك. ما شاء الله ده حجي جوجل تعال شنو المعلومات ما شاء الله. حاس قلب انه بيطلع له. انا موسوعة ما توقعت على الاقل. قول له قول له عبد الله قول له معلومه من عندك فيدة فيها. الفتنه اشد من القتل. اي هذا هو قالت. لا قول انت اشد من الشتل. يا شتل ولك يا شتل وين رايح انت؟ اشد من هذا اللي يذبحونهم. بعدين هذا ايش عرفه؟ اقعد 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 لا تفضحنا. اقعد نعم ابا جاوب. تفضل. نبذ الفتن في الكتاب المدرسي صفحة 66 سطر رابع بعد علامة الاستفهام وهي نبذ الفتن وهي الفتنة بين الشعوب واختلاف. بس 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 ما شاء الله مصدق مصدق ما شاء الله حافظ بعد السطر الرابع علامة الاستفهام ما شاء الله. ولد عمي ولد عمي. ادري ادري. اقعد صاحبي صاحبي. رفيشنا رفيشنا. صديقتي صديقتي. على الله احنا لا يراجعون. هذا المثية. شنو رميثية رمثان اسمه؟ هاي زين. يا بابا بس أي شيء رميثية. يا أبنائي نبذ الفتن اللي أنا أتكلم عنه هذا درس مهم وايد لازم تعرفونه كلكم كمواطنين. هذيلا الناس اللي يحاولون يندسون بيننا. ها لابسين تسوس. شنو تسوس؟ هذا مكسوسين. اي تسوس انت بتسوسين يا عمي لوازم العائله هي شنو؟ بيبي بيبي. شنو بيبي انت الثاني؟ بس عشان افهم الشباب يا شباب التسوس اللي يقصدها الاستاذ مو اي تسوس. لا التسوس اللي نلبسها لما يكون السكان حار. انزل سكان حار يقول. جايكم التجنيد جايكم التجنيد. الله 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 الله. بروح هذا التجنيد بروح معاكم التجنيد عشان اروح الصحراء الكبرى واسوي الحركه اللي احبها دائما احبها الزحف هذه اسويها وبعدين اشوف ثعبان امسك الثعبان من راسه واصعده فوق واصور يمه. ثعبان وجع على وجهك. اقعد عينك ما على الوجع. خاف الله وراك موت وحساب وعقاب. تحجب. ايوه شنو تحجب؟ تحجب مينون انت؟ لا يا رميثان انا ادري. لا بالاول المفروض يقتنع. شنو يقتنع انت الثاني بعد؟ استاذ توني صغير على الحجاب. اي حجاب انت؟ على خل البس عبات. يا بابا اي عبات يا عبيد. ايش فيك الله يهداك؟ ولد هذا الولد ما يتحجب الله يهداك. اي والله يقول لي اروح الصحراء واصور معاه. يا استاذ جبتك السالفه شنها. اي والله يا استاذ. نعم ابا جاوب. تفضل حبيبي اسمع الجواب. تبون جواب من دسين؟ اي نعم من دسين في الكتاب المدرسي صفحه 119 شعار الصفحه وقل ربي زدني علما وهو الشعب المندس الذي يحاول. بس 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 ما شاء الله. بس يا حبيبي بس ما شاء الله. حافظ شعار الصفحه وقل ربي زدني علما. حافظ ما شاء تطوروا عيالنا والله. أول مرة أشوف بدوي زلمة ما شاء الله. ولد عمي ولد عمي. أدري أدري. قلنا لك صاحبنا صاحبنا. الله صيروا مثله. ستار. أيوة أيوة فيكنا هذا طريقتنا. أبغى أجاوب. إيه تفضل. المدسين. إيه المدسين بالكتاب. هذا كتاب الطبخ عم بينكم زدني حكمة. صفحة 1532. يا بابا المنهج 150 صفحة. صفحة 1000 شنو؟ طبعة جديدة. اقعد هيمشي. طبعة جديدة. أول مرة ولد عمي بعد. أول مرة أشوف زلمة حضري. أستاذ بجاوب. في صفحة لحظة 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 الحين استاذ بجاوب بعدين في صفحة ما يصير. يا كذي يا كذي. في صفحة ايه 560 على خصم 70%. شنو خصم على 80؟ سوق الميرة هو شنو
خلي الشركة كلوين بس كلوين. يا عمي وين رايحين احنا خصم؟ راح ادوخك انا. في فاصلة مربع كبير صغير فاصلة نقطتين نقطتين ثلاث نقط. اقعد لا اشطك اقعد. بسم الله عليكم. يا ابنائي المندسين اللي انا اتكلم عنهم هم الناس اللي يحاولون انهم يتغلغلون بيننا. يعني شنو يتغلغلون؟ ليه تشرب الشاي تغليه. شنو تغليه؟ غل 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 لا لله. هذا اللي تحت يغلغل قر 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 يسمون قيلون. اي قيلون. قيلون عند الوالده برميثيه الله يسلمك. احنا هني نتكلم عن يتغلغلون بيننا. يتغلغلون يعني يعني خليك معانا في حصه عندنا قاعده. ابوك جايبك تدق بيبي؟ ساد. نعم. اجاوب انا. جاوب تفضل. يتغلغلون يعني شباب بنقاوم احنا. هدر زبلاعيمه وجدام عادل مسلم بعيد عشان تحاربوا لك موليه. يا ابنائي اللي يتغلغلون بيننا هالناس اللي هم يحاولون يسوون فتن عندنا بالديره يتغلغلون واحنا ما نشوفهم ما يبينون. جني اشباح عفريته يا خوف. شنو خايف؟ ايش تبي؟ خايف خشني يا عمي انا بكبري انخش داخلك. ايش فيك؟ بسم الله عليك بسم الله عليك. روح انت وين قاعد تنفخ؟ بسره بسره. هذه ركبه. لا اصعد الدور الخامس. من اول السنه ما شفت الا صدره للحين ما شفته. انا اقعد يا بابا اقعد. اقعد يا بابا ماكو عفاريت ولا ينان ولا الحكي هذا. خليته يروح الحين يقول حق ولي امره. ايش فيه ولي امره؟ ما شفت ولي امره؟ لا ما شفته. ما شفت ولي امره لما جانا المدرسه؟ لا. الناظر حكاه من السطح. الله ارض العمالقه شنو؟ عصب ابوه. يا مر الطياره كان يقضبه نزل ركاب. ايش تحوي؟ مو ابو هذا دش من المدعاب. من المدعاب سنافر. يا ابنائي اللي انا اتكلم عنهم يتغلغلون هذيلا بيناتنا الناس اللي يدشون اللي يحاولون يسوون فتنه عندنا. اي نعم يخربون علينا الديرة ولازم ننتبه حق الدرس يا عيالي علشان لا يخربون ديرتنا. اي نعم يدشون بيننا وتخرب الديرة لازم ننتبه حق الدرس. يخربون الكويت. اي نعم يهبون. الفزعة فزعة فزعة شباب. يا عبد الله حنا معك يدمي. منو؟ واللي يرشنا في الماي نرشه بالدماء. واللي يرشنا في الماي نرشه بالدماء. بس يا بابا بس يا بابا بس يا حبيبي. نعم نعم جاخور الوطنية هو شنو؟ يا بابا فزع اعطونا فزع. يا عبد الله حنا معك في دمي. خلوها لا ابوك لا ابو الحب لا ابوك لا ابو جده لا ابوك لا ابو الحب لا ابوك. لحظه شنو لا ابوك لا ابو الحب لا ابو جده؟ عقب ايش بنسوي؟ بنروح نقرص الاعداء؟ بنقولهم عم بعينكم حميرين؟ لا بنقولهم اشطح. اشطح بعينك. اعطونا فزعة وطنية حلوة. امشو شو شر فقليلي نقولي امشو شو شر رمل رجولي امشو شو شر فقليلي نقولي امشو شو شر. هذا حطوه بالخيشة ابو شوشة. ما ديش قال يا ايبو ما فهمنا ايش قال بس حلوة جمشيد. فزعة وطنية بارك الله فيك. شكرا مشكورين على الفزعه يا عيال. يلا فزعه احنا له بسكر احنا له. وين رايحين يا بابا وين رايحين؟ نتفزع نتفزع. شو تفزع فقع هو؟ تعالوا يا ابنائي شنو الاعداء واقفين على باب المدرسه مثلا؟ على وين وين واقفين؟ الاعداء منتشرين بالوطن. الوطن الراي فنون احنا رايحين كل شكو فنون منتشرين بالوطن يعني بالديره يا بابا احنا ما نعرفهم. يوم انك ما تعرفهم مش حق تشرح. اشرح علشان افهمكم منو الاعداء. منو الاعداء؟ الحين تعال افهمك. تعال شباب الموضوع مهم علشان تعالوا عشان ليش عشان يلا يلا عشان بعد بعد
لا لا الموضوع عودي بي. ايه والله كل شيء ولا ديرتنا الكويت يا يبا لازم لازم نوقف موقف يا يبا. كفو كفو يا عيال احنا الشباب بعد ماكو سيدي احنا عجبتني انا فزعتكم الوطنيه هذه حق واجب الكويت هذا دليل على انكم فهمتوا الدرس يا عيالي وما دام فهمتوا الدرس وحبيتوا الديره وعرفتوا قيمتها وشلون بتحافظون عليها انا يهمني اسوي لكم اختبار بسيط بس 10 دقائق مدته مو اطول بس اخي القهر هذا الاستاذ من تعطيه وجه قال لك امتحان ليش ساكتين احسن يا بابا امتحان بسيط ما في شيء ما يا يبا ماكو اعمال سنه 25% لقاها الوزير ما في اعمال سنه ما في رسوب يا عبيد هذا شيء نعم ما قلت لنا في امتحان يا بابا انت حافظ حق 6 سنوات قدام والبراشيم شلون عليك اي براشيم اشكره كذي يا عيالي هذا الامتحان اللي ما يبي له برشامه حب الكويت يا عيالي بالقلب ما يبي له برشامه صح لسانك يا يبا صاحب دنك يا ابوك يلا كل واحد يطلع ورقه وقلم بسرعه ما عندي ورقه بخليك تبع السبوره يبا اخذ اي سبوره ولد يمك اللي هناك لا لا اخذ من جمشيد يلا ورقه وقلم سمح جمشيد تفضل بسرعه قولوا لي قول سؤال سمحت سؤال 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 الحين السؤال جواب جواب انا اقول سؤال ان شاء الله يا بابا صح وغلط صح لا لا جاوب في اجوبه قول اكتب لك خيارات اي اي يلا انت تختار وتنقي تحط يلا بعد انا نجيب واكلها لا لا خلاص يلا يلا ضيع عليه الحصه ان شاء الله تفضل تفضل اكتب السؤال اكتب السؤال اكتب السؤال انت اكتب الهمزه على الواو انت اكتب السؤال ايش حقك تكتب اكتب السؤال انت اكتب السؤال لا لا انطر خلني اقول انطر خلني اقول انت اكتب السؤال يا بابا انت اكتب السؤال لما انا اقوله حين اكتب ولا ما اكتب انا اكتب لما اقوله انطر سؤال اكتب السؤال هو السؤال هو 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 كله غلط يا بابا ما اكتب لي شنو هي انت الثاني حبيبي انت اكتبوا وانا هي عشان نقول خشيم بعض اكتبوا لي عن 3 شخصيات بنوا الكويت تعرف اسم مقاول غلوم زاده غلوم شنو غلوم زاده انت خوش مقاول هذا ببني ملحق في المدرسه انا يا بابا منو اللي بنوا الكويت انتوا عارفين من اللي بنوا الكويت اكتبوا لي عن ناس بنوا الكويت اسماء كويتيه طيبه حلوه يعني منو اللي سوى انجازات اهداف حقق اهداف في الكويت اهداف اي نعم جاسم يعقوب المرعب وحمود رقم 9 ايوه انجاز رياضي هذا حلو حلو برافو عليك حلو خلصت يبا الحمد لله شنو خلصت بسم الله جاسم يعقوب الطرابلسي العنبري ايام الشهيد ايام عز المنتخب لما رحنا كاس العالم رفع راس الكويت منتخب الاسطوره هذا المنتخب الاسطوره وصلنا كاس العالم نعم نعم لكن يا ابوك هذا كله انجاز رياضي انا ابي انجازات في مجالات اخرى يلا ان شاء الله عندي انا استاذ تفضل بكتب عن الله يرحمه غانم الصالح الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه انجاز فني نعم بكتب عن الله يرحمه علي المفيدي الله يرحمه ابو حسين الله يرحمه اي نعم بكتب عن الله يرحمه محمد سريع الله يرحمه ابو جمال وبكتب عن الله يرحمه جمال الردهان الله يرحمه دنيا واخره ان شاء الله مسكين توفى حامل حامل همك والله السنه بنجح يبا بنجح لا تحاتي استاذ نعم عادي اكتب عن الليدي جاجا احنا نبي انجازات بالديره مو انجازات بالام تي في يمه اقعد يلا اسماء الكويتيه الخيره كثيره فكروا فيها كلها غلط كلك شيء تقول غلط يا بابا امتح ولا مره قال شيء صح هذا ذاك اليوم سالته قلت له منو قائل هذا البيت الام مدرسه ان انت اعددتها تدري من يقول لي مادونا غبي مايكل جاكسون شنو مايكل جاكسون طب يا استاذ نعم عاد اكتب عن ساري السواس اي ساري السواس انت استاذ قوقوش شا قوقوش اي خير الله سيدي ما بعد بط كتبوا عن الاسماء الطيبه اللي بالكويت عندنا اسماء خيره بالكويت كثيره مثل الله يرحمه هلال فجحان المطيري الله يرحمه الله يرحمه مثل الله يرحمه الشيخ يوسف بن عيسى الله يرحمه الله يرحمه فهمت يبا فهمت على انا بكتب عن الشيخ عبد الرحمن السميط ايه هذا كان يودي الزكاه والصدقات حق افريقيا يا يبا تدري منو معاه منو معاه الله يرحمه بابا جابر الله يرحمه كان يودون افريقيا زكاه والصدقات نعم فهمت الدرس يا عبود
وبكتب عن الله يرحمه الشيخ عبد الله المطوع اللي سوى بيت الزكاة وسوى الصدقات في العالم، العالم الإسلامي والخير كله. عافية ولدي، عافية عافية. يبقى في أسامي وايد، وايد فوق 500 اسم، 1000 اسم. هذا ما يكفي من رجالات الكويت الطيبين. نعم. يبقى في بعد بكتب عن اللي ياب أول سيارة الكويت وأول تليفون. من هو؟ عائلة معرفي. عدل. وفي بعد عائلة بابا هاني. يبقى. نعم. ما تكتب عن هلك. اكتب عن اهلك، اكتب عن اهلك يا رميثان، يا كتبوا كتبوا. ايش كتبت انت يا جمشيش؟ قاعد ايش كاتب انت؟ اشوف شنو هذا؟ راسم لي بعير؟ شنو كاتب؟ بادية العين؟ جامع الاثنين ما شاء الله يا بابا. دعاية البنك الوطني شنو؟ من تعرف منو اللي بنى الكويت يا جمشيد؟ معروفة، اهلنا هم اللي بنوا الكويت. حلو حلو. واجدادنا ما بنوا، واجدادكم بنوا وياهم. نعم تساهموا شرائح الكويت. نعم. اي بس احنا قبل، احنا اول، احنا اللي قبل وانتم اللي جيتوا علينا. شنو احنا فقع طالعين؟ انا لله يا بابا الكل ساهم. والسور منو بناه؟ من قبل السور منو بناه؟ نعم. وين اللي حمل السور؟ شرائح الكويت كلها. شنو هذا يقول احنا قبل؟ وشنو الباس ملاك؟ كلنا كويتيين يا عيال. والله بخليك يا بابا يا عيال يا ابنائي. تعال برا، احنا كلنا كويتيين يا عيال. يا جمشيد تعود من شيطانه مال انت. جيبه برا يا ميزان. خويك هذا ما يصير تاجر وياه يا عيال. مو كذي الوطنيه الله يهداكم. اطلع برا اطلع. مو كذي الوطنيه يا بعير يا بعير يا حمير. قول والنعم يا بعير. انا لله مو كذي الوطنيه. وين الدروس اللي علمتكم اياها؟ وين؟ والله هذه حصه، كل حصه يموتون اثنين. اي والله. سدح نص الصف بالمستشفى، جناح خاص ضحايا استاذ براشد. اي والله الصف نقص يا يبوي. وين من دسين صاحب صاحب تقول من دسين من دسين؟ انا ماني شايف شيء من دس. انا شايف بالقلب شيء من دس. اي والله. والوطنيه شيء اللي داسه بقلبك تزرع مكانه حب الكويت. اي والله. للاسف يا عبد الله، للاسف فاهمين الوطنيه غلط. هذه ما هي الوطنيه يا عبيد ابدا. ما هي هذه الوطنيه. الوطنيه ما هي اغاني وشعارات. الوطنيه انك تدعم تراب هالارض بقرارات. الوطنيه شقول بس شقول يا عبيد. اخ بس من هالاعتصامات الصراخ والمداحر شي يولد غير الثورات. الوطنيه عطاء وحب حق الكويت ومهارات. حفظت الدرس من كثر ما تزيد وتعيد. تحب أكمل لك؟ كمل. الوطنية ما هي فرد عضلات. الوطنية ما هو حكي بالجرايد ولا بالتلفزيونات. تفو. الوطنية ما هي أغاني ولا هي شيلات. الوطنية حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. والوطن والأمير. ونخلي الكويت على رأس كل الحضارات. ساحة الإرادة. ملينا ملينا واحنا نتكلم، ملينا واحنا نحكي. يبا احنا شباب لنا مطالب. شلون يعني يا اخ راشد؟ اذا عندك شيء تفضل قول هناك ساحة الإرادة، لا تجي تقول هني. احنا بعد لنا مطالب. ملينا لما انت قاعدين ببيوتنا شهايدنا مقططة بالبيت، نبي نشتغل. فكونا من هالمؤزمين. وحنا بعد ملينا. عاجبك الواحد فينا اللي طاح مريض بالارض تنطرونه يموت بعدين تجيبوا له اسعاف؟ يا اخي عندكم قنوات شرعيه تقدرون تلجؤون لها، عندكم نواب مجلس الامه. نكلم النواب، النائب يمشي كلامه على كيفه مو على كيفنا يا حبيبي. انت بكل مظاهره اشوفك قدامي ايش عندك؟ انا عبالي. ايش عبالك؟ انت خبل مو صاعي انت. طيب مو هذا بس شيلو شيلو شيلو. القذافي انا. ايش عندك؟ ايش تبي انت؟ شمن انتم؟ اخلص. خليني ادمن. ايش عندك انت؟
ولد لي مطالب انا. خلاص هدو 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 يلا. خلاص ليك مخه يقول مطالبك خلصنا. يا ولد ابي تفتحون لنا رابطه. نعم ابي قحص. هذا مطلب بالله عليك. امريكا احسن منا. لا ما احسن من امريكا. بس زعلتوه ترى هذول ربعي. اي شيء تبي يا عم يقول مطالبك خلصني ذبحتني. يا ولد الاجانب من كثر حبهم للسيارات يسمون عيالهم على الوكالات. شلون؟ مو في ماريا بنت مرسيدس؟ إيه؟ ليه ما يسموني مناحي بالنيسان؟ انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه. ما اسمع اقول انا لله وانا اليه راجعون. ايش تبي؟ عظم الله اجرك خوي. شباب تعال ترى في عزاء. مجنون انت مو صاحي. اخلص قول مطالبك خلصنا. يا ولد ابي تفضون لنا الشوارع. يعني انا اركب السياره الحين بروح البقاله ها؟ امشي بالشارع امشي امشي هوب هذه مطبه واحد ها؟ مطبه اثنين مطبه ثلاثه. انا بفهم شغله اسوق ولا ارقص دقني انا؟ مجنون انت؟ قول مطالبك خلصنا. وش هالمسخره هذه؟ خلص من البقاله راد البيت وانا راد هذه كاميرا كاميرتين ثلاث شارع كله كاميرات ستار اكاديمي حنا. يا عمي قول مطالبك خلصنا. يوم الجمعه يحطون ثلاث سيارات نمونيز واللي خسر يسحبون سيارته. والله ما يصير يعني. بتقول مطالبك ولا لا؟ اي لي مطالب بعد. خلص شنو؟ ايش تبي؟ كله مخالفات، كل شيء مخالفه، كله على الشباب، البنت لو تسوي وتسوي 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 ما تسوي لها شيء. بس على الشباب. انت شو مخالف؟ ها؟ على شنو مخالف انت؟ على ستيكر. ايش كاتب فيه؟ العنب والدنيا اللي تذلهم وانا حي. انا قايل لك انت مجنون مو صاحي. يلا هناك يلا. اضرب 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 يا شباب. على شنو اضرب؟ على شنو؟ يقول لك سو اضراب يزيدون معاشك. اضرب اضرب يا جماعه خير. اضرب 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 يا شباب. اي على شنو اضراب؟ خلصنا. موظفين نفط احسن مني. يوم سووا اضراب اعطيتهم معاشات ستة معاشات واعطيتهم كادر. حتى انا بسوي اضراب. ليش تعطوني بدل خطر 120 وانت تعطوني 30؟ مو حكي هذا. اضرب يا شباب اضرب يا شباب اضرب. على شنو انت حسبان كان وين موظف؟ انا موظف في السوق سوق الحمام حبيبي. اضرب ما راح اداوم. سوق الحمام راح يوقف. ماكو حمام اليوم رايح. ماكو حمام. توقف حال البلد كذي انت. اوقف حال. ماكو حمام. دياي بس سلاحف راح ابيع. اضرب اضرب. لا انا عندي موضوع ثاني بعد. شنو موضوع؟ لا عندي موضوع ثاني. يقول شنو؟ اي عندي موضوع ثاني. يتحكى شنو؟ موضوع ثاني. يقول شنو الموضوع؟ يعني احنا في موضوع اول. زين خلاص. موضوع ثاني. زين. في موضوع ثاني. زين قول موضوع ثاني. الحين انت لو عندك كم موضوع انت؟ انا ما عندي مواضيع عمي. انت اللي عندك مواضيع. عندي موضوع. اي نعم. شنو؟ انا صدق موظف سوق الحمام بس وين دارس انا؟ وين؟ بصي بيع عشان تبع عارف بس ها؟ شكو. بصي بيع عشان تبع عارف. اي شكو ايش تبي؟ اربع سنين وانا ادرس برا ديرة بصي بيع عشان تبع عارف. اي اوكي. اربع سنين وانا ادرس برا. جيت هني قدمت شهادتي حق وزارة التعليم العالي. قلت لهم يا جماعة هذه شهادتي. زين. قلت لهم يا جماعة هذه شهادتي. زين. عادي يعني قلت لهم هذه شهادتي. زين. يعني الحين موظف أنا دشيت. هذه شهادتي. زين هل. عادي عادي كان قاعد قلت له هذه شهادتي. زين اللي وراها. ها قلت له هذه شهادتي. وبعدين. ناطرين شيء أنتوا يعني. هذه شهادتي وبعدين. إيه هذه شهادتي. زين. بس. يعني قلت لها هذه شهادتي. تخيل ايش قالت لي. ايش قالت لك؟ قالت لي الشهاده مو معترف فيها. هذا عجيب. هذا عجيب الله عليك. قلت بهذا قلت باي. السلام عليكم. يعطيك العافيه. الله عطاك لا تكبر على خلقه. يا عمي روح زين يلا هناك. شو الميانين اللي جايبينهم؟ الله اكبر. شكرا. عدل كلامه. شنو كذا؟ ايه عدل كلامه صح. شنو؟ احنا شباب. زين. ايه لنا مطالب. زين شنو مطالبك؟ شباب. زين. مطالب. شنو مطالبك؟ نطالب. بشنو؟ شباب. ايه زين ماشي. ليه مطالب؟ ايه شنو مطالبك؟ نطالب. بشنو؟ شباب. ايه زين بعدين اللي وراها المطالب شنو؟ شباب. زين شنو مطالبك؟ احنا شباب. يا عمي انت بعد ثاني انا فاضح مليانين انا.
شلمياني نادل يايني الاسكان يبقى الاسكان الواحد يلا يلح حفيد يلا يطلع لبيت يسكن فيه الاراضي شبت نار على 300 و400 ألف من وين لنا احنا وغيرنا ياخذون الاراضي بوضع اليد واحنا غافلين لكم الله مو حرام يبقى مو ظلم يا اخ راشد احنا معاكم مو ضدكم بس مو باي مكان تجمعون تجمهرون عندكم ساحه الاراضي وتفضلوا هناك انا اقول خلنا ناخذ مطالبنا ونمشي احسن هذا انت يا ابراهيم وهذا انت اخوي بعد هذا انت اخوان اخوان تهاوشون بدال تحطون ايدكم بيد بعض مع الكويت تحطونها ضد الكويت ابراهيم انا كم مره قلت لك وحذرتك شيل ربعك من قدامي لا تشوف شيء عمرك ما شفته راشد انت اللي شيل ربعك لا انت تشوف شيء عمرك ما شفته هذه المره الاخيره انا بيت ماذا يحدث في دولة المؤسسات والدستور؟ لماذا كل هذه الغوغائية؟ على الشرطة أن يمسكوا بالخارجين عن القانون إيمان إيش فيك وقفتي؟ إحنا طالعين مباشر على الهواء إيش تبيني أقول؟ أخواني قاعد يتذابحون؟ لا يا راشد أنت أخونا العود إبراهيم لا تسوي كذي لا تفترقون أنت أخوان أخوان حرام عليكم اخوان 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 مهما كان اخوان اخوان مهما كان انت اخوان لا يفرقكم اي انسان انت اخوان مهما كان صر قوتنا في وحدتنا خلنا نثبت على كلماتنا ست اخوان الحلو ده ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي ايه الوسخه دي ايه الوسخه دي مدام 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 الله يسلمك طال عمرك ها بشرة ولقيتوا لي حل حطتكم عندي بالمكتب تحلون قضايا الناس ومخلين قضيتي سويتوا اكيد في حل اكيد احسن حل حق انسان مثل هوزه يخلعيه ها اخلع زوجي؟ بلى لا لا عيب عيب اوقف ريلي بالمحاكم هذا ابو عيالي عيب مو هو بدا الشر يتغدي بيه قبل ما يتعشى بيكي رجاله ملهوش امان وري عين مال حمراء كيدهم يا كيداهم ايه بس القاضي يبي اسباب ويبي شهود انا من وين اجيب له؟ انا عارف من فين تجيب لها شهود يا غبي يلا طلعنا المشكله فيها مش انت الكبير يا المدام ما تعرفش تشيك خيط بابرة اللي من تحت شورك يا المدام ما تعرفش تاخد حاجة ليها اللي ليك من تحتها حاجة يلا يا محمود من فين تجيب لها شهود عيالك ها؟ عيالك يشهدون عيالي يحبون ابوهم لا يمكن يقفون ضده يا مدام على قولة مثل مصري مالهازة اتعمي حاج يستحي عيون ما فهمت انا يقولك بسيطة شوف عيالك شنو يبي سوي يبي سيارة جديد أتي يبي أرز يبي مزرعة أتي يبي شاليه أتي فكرة فكرتي أنا الهالو عفت آية محمود أها رفعوا القضية قدامي يا جيل الحياة اللي ما تستحي قدامي يلا عاد يلا يلا حبيبي تنازل عن القضية يعني تنازل عن القضية يا عيالي ايش هذا الجام الناس ايش هذا الجام ايش هذا الجام الناس لا والله انا كنت العود حبيبي لازم تفضل وين قاعدين احنا شذيب العوي يمه الوالدة عشان ما شاء الله يمه الخدامة سوت لك شيء احطك قش كلينكس كلينكس لا 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 يما ايش فيك صاير ابوكم مات لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون ما قال لي عظم الله اجر اجرنا وجرك اللي بقى براسك براسك الباقي يما هارد لك لفويكم لفويكم ليش امي دشت عده يا حبيبي عيالها ايش فيك انت كيفكم سمعوا من اليوم ورايح ترى انا عمود البيت انت اباطل البيت توا متوفي ابوي بس عمود يمه لا تقولين العزة بيت اخوانك العزة في المقبرة ويوم واحد لا العزة 3 ايام لا هذا ابوي العزة 9 اشهر هي هي
يا ابن الحلال ابوي يعني عايزه ناس بتجينا ناس بتروح شلون يعني؟ يبا من راح يجينا؟ طه هذا من راح يجينا لا يعيوني كويتي ما في مطبايع، الكويتيين موجودين بالسراء والضراء. اي والله. والله. انزين لنفرض ان ما حد يجي. قصة وي. اذا ما حد يانا نشيل عزانا نوديه لفينيوز. نوقف عند اللي بيعرب ونقول عز ابو راشد. ليش حق تبكي الحين؟ ابوي الحمد لله مصلي مسمي حاج بيت الله مسلم، المسلم ما ينبكي عليه. انا ماني قادر اتصور ان ابوي راح. تصور لو خلت الديره من عينك ولا طول كبت علي الحزن وصير انا كلوت. تصور ابوي عزة عزة حزن وتصفقوا له بعد ولا ماكن كله مشتاق له. يا ابراهيم يا ابراهيم ما يصير يا عبد الله انا فنان ما اعرف اعبر. لا تعبر شتى عيد تعبر. ايش فيك؟ ايش فيك؟ شنو؟ في شيء؟ ايش مريحة ابوي؟ انا لما افقد اعصابي ساعات يعني ماكو شيء ماكو لا لا اسمي الله عليه صادها ريحة ابوي على الغرفة. ها؟ لا لا يا غبي دشداشة ابوي لابسها دشداشة المرحوم ابوي كاهو هذا يشوف 3D الظاهر بدون نظارة يقول لي راشد ماكو احد يبا ايش معنى انت يطلع لك انا ما اشوفه يبا وين وش سويت يا ولد عفشت لا لا قلت له لا ينكسر قلت له يورث ابوي ما تعور ابوي انزل انزلني ايوا لا تطيح ابوي انت ايش عليك من ابوي شوف لا يكون تعور الميت والد انا اسف يبا هذا ايه هذا ينمو استخف من الصدمه يبا انتوا ايش فيكم ابوكم ما مات هذه مو خوش دقه شو تبكي شو مات مرة ثانية بعد؟ تعالوا أنا أقول نقطع من باب المستشفى وننحاش أمي هذا فيك شو تسوي له الباب استخفت فيه شيء تعال شو فيك جماي؟ أنا بيكم توقفون معي مسكينة يما ما يخالف هذا إحنا كلنا واقفين يميك شو قاعد تسوون؟ وإذا تبيني نوقف معاك تبي تشيلينا شيلينا أنا أبيكم توقفون معي بالمحكمة ضد أبوكم محكمة؟ ما زقالت هذه المرأة؟ إيش محكمتها يما إيش محكمتها؟ أنا بخلع أبوكم. يعني شنو تخلعينه؟ يعني قصدها ضرسها يعورها وتبي تخلعه. طح هذه لا يعني تبي تفسخ أبونه. تودين أبوي المحكمة مفسخ أنت شايف جسم أبوي شو صاير؟ بيلوع كبد الأوادم يا يما ما يصير. شنو افسخ ابوكم انت الثاني؟ انا بطلق من ابوكم، ابوكم تزوج علي. لا 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 يما ابوي قال يبي غيرك، يبي يتزوج عليك. اسكت انت ولا كلمه ولا ايه تزوج علي بعد يومين بيبيكم هنا عيال في البيت. يومين يبي عيال متزوج حشره؟ انا شفت ابوكم بالحديقه لاحق شيء بس ما ادري. ايه وبيب اخ واخين. اخ منك ومن كلامك يا يمه. عاد انا بيكم توقفون معاي وتشهدون معاي بالمحكمه. يا يمه انت فاهمينا بس، شلون تبينا نوقف ضد ابونا؟ يعني مثلا تروحون حق القاضي وتقولوا له ابونا ما يبات في البيت خير شر. يمه من صدقك انت عيالك اللي ما يباتون بالبيت. زين قولوا له ابونا كله يكفخنا. وين يكفخنا؟ وحتى ابوي لما يعصب علينا يقول لنا كلام حلو. يقولوا له ميوعنا ماكو اكل. هذا اشكال ناس واعي؟ والحكومة مزعماتش للسنة لقدام من يصدقك شمي؟ قولوا له يشرب. استغفر الله. يشرب بالكويت الحمد لله الكويت طول عمرها ما فيها مشروب ولا تسمح بالمشروب يدش داخلها. راشد يمبا خلصني من الآخر تبي تشيك 25,000 دينار. إن الرفق بالإناث هو دليل على اكتمال الرجولة. فسحقا لمجتمع يظن بأن الذي يرفق ببنات حواء خروف. أنا وياك يا إما وياك. حسبي الله عليك، بعت أبوك بشيك 25,000 دينار. أمك ثم أبوك، وأنا مع أمي وأنا أبي الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات. بارك الله فيك يا ولدي. أمون حبيبتي
ما تبي نفتح لك قناة خاصة حقك موقش انت بروحك تقدمين فيها؟ يما حقي بروحي؟ بروحك. انا بروحي اطلع اتكلم، ما حد يتكلم معاي. ما حد ما حد. انا موافقة بس ترى مو عشان القناة، انا موافقة لاني ما اريد كلمة حق امي. هذه يصير عندها قناة بروحها؟ ايه. عندي في دي في دي ما تسوون هذه وين وين الاعلام يا يمي؟ يصير عندها ليش ما يصير؟ برهوم ما تبي يما تشيك تنزل فيه ألبوم؟ لا يما ما بي فلوس وتشيك ووقف ضد أبوي بالمحكمة وين قاعدين يا يما احنا وين قاعدين؟ ما شاء الله فنان أصيل. إيه يا نور عيني هذا الكلام المسك وعنبر. إيه هذا العضيد. راشد يجوز يجوز يا إبراهيم يجوز بشرط أن تكون الأغاني هادفة. طلع مذهب وهو قاعد. صار يجوز الحين. إبراهيم أخليك تصور فيديو كليب ويجيب لك بنات من روسيا يصورون معك. شني بي وياكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش قلت؟ شقر حمر. يا أمي الغالية يا أطيب إنسانة يا هلا 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 أفا يا فنان يا هابط بعتبوك على فيديو كليب روسيا. هلا 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 قمت تهزز ها بعتبوكم بديتوا مصلحتكم على مصلحة البيت كلكم صرتوا ضد أبوكم وضدي أنا الملكة كلكم ضدي يا زبالة أنا اللي لبستكم ولكنكم فصيح قبلها أبو ريحية سي خير ها عبيت معانا يسي خير ولا بدنا نختلف صف النوايا والبلد والجرح اللي نزف بالحكمة وطيب الأفعال ولا بدنا نختلف صف النوايا والبلد والجرح اللي نزف بالحكمة وطيب الأفعال ولا بدنا نختلف صف النوايا والبلد والجرح اللي نزف بالحكمة وطيب الأفعال سنتنا مثل وصف لنا فيها بي وظلام نسقيها عز وشر سلمها بيد الأجيال سنتنا مثل وصف لنا فيها بي وظلام نسقيها عز وشر سلمها بيد الأجيال سنتنا مثل وصف لنا فيها بي وظلام نسقيها عز وشر سلمها بيد الأجيال إخوان إحنا إخوان طول العمر ما نختلف بس محكمة محكمة ساكم مدة قاعد تحكون ما فهمت منكم شيء معقولة استاذ فاضل مربي اجيال يطلع منه كذي جزاك الله خير مشكور يا حضرة القاضي مشكور وانتو لا تكذبون قدام القاضي عيب يا قاضي واقف قدامكم عيب يا بابا قاضي ترى كذابين يا حضرة القاضي وانت نعم وانا محاميك انا محامي رب العالمين طال عمرك هذه المصيبة هذا إنسان ما يخاف الله يطير مع ربعة منا ومناك ويهد بيته ما في واحد دينار ما يخاف الله من وين ملا ياكل من وين يوكل عيال مال هي من وين ما تسكت أنت يا هاري بوتر هذا ما في جاردن في كايوسا شنو بك عمي روح دور دمبلدور ما تقص على القاضي أنت ترى كذاب حضرة القاضي من وين ياكل هي كذاب زين هذيل اللي خربوا بيتي يا حضرة القاضي هذيل المستشارين هذيل ترى مو محامين معلك منهم يا أستاذ محمود بس عاد بس عيالي الحين اللي صار عنده أغلى المواتر واللي عنده جاخور واللي عنده مزرعة من أين لك هذا أبي أفعل قانون من أين لك هذا يا حضرة القاضي كذاب هذا مع هالثاني هذا اللي كنا يا حضرة القاضي نعم يا حضرة القاضي لا يا ظالم يا اللي ما
ماشي من ربنا انت يا اناني. حك شبك دلوقتي قدام القاضي يا اناني يا ظالم انت. يلا عاد لا تقعد تكذب. اسكت انت. انت بتعرف تكلم مين؟ من انت؟ انا عفت. منو؟ عفت. انتظر طيار كبرش عرضه اسمه عفط. ايه عفط دي؟ ايه عفط دي؟ انا المستشار. انت مستشار؟ ايوه. انت بس توقع شار مو مستشار. يلا اسكت. يا حضرة القاضي، المرأة هي اللي بتكبر، هي اللي بتربي، هي اللي بتودي المستوصفات يا فندم. اسمع يا حضرة القاضي، يقول المرأة هي اللي تكبر وتربي. هذا قبل يا حضرة القاضي، حريم أول اللي يربون، حريم الحين بعضهم ما يعرفون يربون إلا أظافيرهم، رموشهم، شعورهم. اتكتب بيت الهريمة تمت مسرهية. أنت يا حلايا هالفلوكس. أنا فلوكس شروكي ماشي ماشي. أراويك أنت مع البطاطا اللي على راسك. بطاطا؟ براسي ولا بخشمي يا أخويا؟ لا أيوة. هذا كذاب، ترى كذاب معلك منه. شذاب شذاب. إيه. يدخل لي ساعة ثلاثة ساعة. أسكت. قول قول. أسكت. تفضل تفضل. كله منك كله منك أنت. تكلم تكلم تفضل. والله حضرة القاضي يدش عندنا بالبيت، ما أدري هو داش ولا طالع، وجهه مثل مقفاة. بس بس خلاص. 3D أنا 3D. أيوة أيوة. بالموضوع. يا حضرة القاضي، نعم. يدخلنا البيت الساعة 3 الفجر وكله طايح بالدواوين وكوت أبو ستة ويا ريت كسبان يا عيني، كله خسران معلعين على ودان الفرعش. كذاب. فش حلال. شنو؟ اسمها إيه هي؟ شلاليب. شلاليب يا فندم. كذاب معلك منه طالع ما أروح دواوين يا حضرة القاضي، أنا الربع كلهم يعرفوني، وين أروح أنا؟ ربي عيالي أنا. إذا هالحكي صدق. إيه اللي حكي صدق؟ إيه اللي حكي صدق؟ انت مين اللي لبسك انت؟ مين اللي لبسك غير المدام؟ ولا هو على طول في البيت قاعد لي في سروال وفانيلا؟ شنو؟ ما يجوز هالكلام، احنا بقاعد محكمة، قول ملابس داخلية، أنا أفهم. سروال وفانيلا. ما يجوز. سروال وفانيلا. ها. سروال وفانيلا. ها. لا سروال وفانيلا. يا مستشار. بوكسر وفانيلا. يعني غير؟ خلاص، لا يزعل، قولي خير فانيلا. شنو خير فانيلا أنت الثاني؟ طالي مكبت يا ذيلة، ترى كذابين يا حضرة قاضي، ما عندي هالحكي أنا، أنا بسمع عيالي قالوا عني هالحكي هذا بسمعهم بذوني، نادهم يا حضرة القاضي، ناد مريم وعيالي. ناد مريم وعيالها. مريم وعيالها يتفضلون. قام قام قام. الموسيقى اللي دشوا عليها هذول مو عيالي، كذابين يا حضرة. وين حضرة القاضي؟ وراك وراك. يقول شغل مسلم رعب بعد اختفى طلع. يا حضرة القاضي كذابين، طع عيالي شو صايرين انت وهي؟ لا تكذبون على القاضي ترى كذب. هاي ايش بيك انت؟ خطيح ان اولادك. وساحبين جناسيكم بعد؟ هذا بس هو ياكل الصباط ببطنه، انا ما ناكل شيء. شنو عبيد؟ ايش بيك؟ طاقيني ما اقدر احكي. رابطيني يديبه. رابطيني هدو 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 وياهم بعد. يا يبا وطق ابوك على اذونه. حسبي الله عليك. زين حاشك مرة واحدة. أنا بالوانيت طقوني طق يا يبا خسروا شراعي. حسبي الله عليكم من عيال. ومدري سوت؟ سوت بعد. وزعت عليهم كل واحد فلوس وأنا لا. ها. عطت أخوي العود شيك بخمسة وعشرين ألف دينار. خمسة وعشرين ألف؟ إيه. كني بشهد ضدي أنا.
تحايلوا علي وصلوا معي 100,000 دينار قلت لا والله اوقف مع الحق ولا شيء. حبيبي والله عاد ابوي انت اقول الصج انا يا حبيب قلبك. نادى على مريم. مريم نعم نعم يا حضرة القاضي كاني. يا مريم ليش تبتقنعين من زوجك؟ زوجي يا حضرة القاضي كله يطقني ومكسرني ومحرولني مثل ما انت تشوف وميوعني ماكو اكل لا انا ولا عيالي. يمه هذا حجي الخدامة اذا حاجة راحت السفارة تشذب ما يوكلوني بابا كله تقي وهذا بتشال 50-100 نفر داخل بيتي. اي والله انا محرولك ولابست لي شوارفسكي بريلك يا المحكمة. اي حضرة القاضي فوق هذا كله بيتزوج علي. شرعا يجوز بدال وحدة أربع. روح زين مشتك ماشك ماشك أنا قماشة أنا سيدة هذا البيت سيدة هذا البيت. ريلي ما عرف قدري إلهي عني ما يدري حسرة علي فلس الحمر حسرة علي فلس الحمر. شيلي قشت شيلي قشت طلعي عن بيته شانت طويل أهمنا حسبي الله عليهم على كل الموجات يحجون بمية فلس يتكوكون تماتيك. الحين هذه مو كانت عريه شلون مشت؟ حالات حالات بتروح وتيجي يا فندم. حالات تروح وتيجي ايوه والتقرير الطبي عندك بيثبت انها كانت تتعرض للضرب والاهانات من الرجل ده. انا ايوه حول ولا قوه الا بالله. نادى على ايمان. ايمان صالح. نعم يا حضرة القاضي. حضرة القاضي ابوي كله يطقني. ايمان انا سويت كذي كنت جواد القبقب مال العربي. ايه الله باقيك يا ايمان الله باقيك. ايمان ويا اللبس بالباب الحاره لا تشذبين على ابوي حرام عليك مو زين. وانت شكو مالك شغل انت مالك شغل يما شوفيها. ايمان هذا ابونا ما يصير نوقف ضده. لا يبا انا ما بس اخت العوده ماني بس حاجيها. يبا انت بس يبا انا هني ابوي. سبحان الله شنو شايف سبحان الله روح روح عندك انا هني ما شاء الله شرطة برج تحرير يا ابو مني فرق في الشاصع يا ابوي. اسف عمي اسف انا هذا ابوك. الحين هذه مو كانت معاقه تصرف الشوت عدلت ومشيت. بركاتك بركاتك يا شيخنا. شنو؟ ايوه بركاته من يوم ما شافتك شافت النور بقت تمشي. والتقرير الطبي عندك فيه الضرب والاهانات جمعها مع بعض وتبعنا راضيه وبس فاضل دي اعجنها كده. انا ما قلت لك يا حضرة القاضي هذا مال ديليفري مو محامي. نادى على راشد. راشد صالح. نعم نعم يا حضرة القاضي. يما شقول شقول تفضل يا راشد. يا حضرة القاضي ان امي الممثلة. هي مجنونة انتي. شنو ما يعرف عربي اسمها ماسلة ماسلة ادخلك محو الامية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعرف لغات شفته ماسلة. قولي عدل. تفضل. امي الماثلة. ها شنو انت تشوفني؟ ها؟ انت قاعد تشوفني؟ لا يعني ما تشوفني؟ لا. يا حضرة القاضي. نعم. إن أمي الماثلة أمامك الآن. إن أمي ضحية. شنو ضحية؟ خروف العيد أنا ضحية. حضرة القاضي هذا اللي تشوفه قدامك هذا طالب جامعي يا حضرة القاضي مو عارف الفرق بين الضحية والأضحية حسبي الله عليك ومبرشم بعد. يبا. نعم. وراك دب. ما يهمني. يبا وراك دب ولابس شرطي. دب لابس شرطي وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. متى بنوا طوفه هني؟ طوفه ها؟ صدق والله؟ اكيد. روح لا زعلت روح. اشوى ما زعل. اسفين عني. تفضل اخوك رشود مبرشم. تفضل يا راجل. مسلسل تركي مبرشم طقني وما طقني وش يمشي. ان امي الضحيه وابي طقها طراق فسال دمها بالارض. الله يلجيك. حسبي الله. مبرشم لو سمحت عط ابوك. يا حضرة القاضي يا حضرة القاضي. نعم نعم. عطني الورقة عطني الورقة. يلا نفتح الورقة. خلاص يا لا يزدح ولد. سري ما كذي ودرتينا الله يهداك. شفته شفته؟ هذا مو كان عمي؟ شلون فتح وقعد يمشي؟ بسم الله ما شاء الله. اصلا هو شاف حضرتك انفتح ومشي بسم الله ما شاء الله. وبس فاضل دي اعجنا كده. والله عرفت يا يبوي عرفت يا يبوي صدتهم ها؟ ايه فعليك عارفينهم. نادى على راس ابراهيم. ابراهيم والده في متلفه
تقول شريط طاقته الشمس شفته. ايش فيك؟ شنو؟ هذا الحين شلون نقدر نتفاهم معاه؟ والله احنا شلون نتفاهم وياك اول؟ والله كل ما هنا نحكي الاخ سكتنا. انت اكيد اخوه اكيد يا انت اخوه اكيد تفهم له عادي اتكلم وياه؟ اي قول له شو يبي؟ حشقك شاق. حشقك شاق ضوقف الدبوك ها؟ حختفي حختفي. يصير خير يا ابراهيم. يما شوفي يما شوفي يما شوفي انا اللي بقول لا 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 شوفي انا سمعت الصوت من عنده. لا انا اقول اذوني انا مقضوضه قاعد يقول يما شوفي يا يما ما تحشيت يا يما ما تحشيت يا يما ما تحشيت انا ما تحشيت انت تكلمت لا 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 ما تكلم هو لا بتكلم تتكلم لا يا عمي ما تحشيت ما تحشيت ما تحشيت شنو ما تحشيت ولدي انا اقول ما تحشيت هذا الحين مو انسانه مقصود حمك الله ايه ايه حضرتك القاضي مو انسانه مقصود شلون مو انسانه مقصود شلون لا مش هو نسيت التقرير الطبي عندك التقرير الطبي عندك بيثبت ان ده وده خرعوه صدموه نطلب جلسه سريه وعاده واسد بس يضلون والباقي يتفضلون ماشي يا استاذ محمود اتفضل اذا خلصنا الناديك تفضل هوزر حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم الله يسامحكم بس قصه ويج قدام المحامين ايش تسوى لنا كعائله اصرارنا كلها طلعت يا يبوي اي والله يا اخ راشد نعم ما ردك على ادعاءات منسوبه لك من زوجتك وعيالك لا 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 ما رد لا ما رد انا عليهم دافع عن نفسك لا لا ما رد شدافع لا ما رد عليهم قول الصج شو اقول يا عبيد شو اقول يبا طالع اشكالهم شو مسوين يا يبا شو اقول الله يهداك يرمونك بالقانون قول الصج عشان ينصفك القاضي يا يبا شو تحكي يا حضره القاضي من اتحكي عنه عن زوجتي وعن عيالي لا 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 هم يقولون اللي يقولونه كيفهم لكن انا ما اتكلم لا انا اشوف واسكت واللي سكتني محبتكم انا تحكيت ابكي العين وسكت ابكي القلب لا 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 ما اقول عنكم شيء يبا ايش فيك؟ امسح دموعك يا يبا. قعدني قعدني. ايش فيك؟ لو قلبك ايش فيك يبا؟ يبا لو سمحت طبيب طبيب طبيب. نادي الطبيب ابو ماي بسرعة. يبا ماي ماي. زين كذي عجبكم اللي سويتوه؟ طيحتوا ابوكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ابوكم هذا شمعة البيت. إذا طاح طفى البيت. ظلم علينا البيت. يلي ما عندكم إحساس ولا ضمير بديتوا مصالحكم الشخصية على مصلحة البيت عاجبكم فراق أبوي عن أمي صفيتوا ضد أبوكم يلي عديمي الإحساس يلي ما تحسون يلي بقلبكم ماكو ذرة رحمة يبا سامحني يا يبا سامحني يا يبا حقك علي عاجبك يا يما اللي سويتيه فرقتينا وإحنا كلنا عيالك ناس أغنيتيهم وناس همشتيهم عشان ما تتغيرين يا يما حرام عليك كلنا عيالك زين كذي عاجبك اللي سويتي سامحني سامحني يا ابو راشد سامحني ولا تلومني اي وحدة بتسوي اللي سويته واكثر لما تدري زوجها بتزوج عليها ولا بيغيرها سامحني يا ابو راشد سامحني انا مسامحك يا مريم مسامحكم حتى انتوا يا عيالي لكن أحب أقولك كلمة واحدة بس يا مريم عيالك اللي خليتيهم اليوم يوقفون ضد أبوهم لا تستغربين عليهم باكر يا مريم يوقفون ضدك أنت هم لا تستغربين عليهم باكر أنهم يوقفون ضد ديرتهم ووطنهم يا مريم باكر يا الله ونعم الوكيل يبا براشد يبا براشد يبا يبا ارتاح قلبك الحين خايفينك حزبك خدت فيكم الملايين اللي اخذتوها على حساب هالبيت خايفينكم الاعلام الفاسد يبا يبا رد علي رد علي يا يبا يبا قوم حسبي الله عليك يا عبوي ريحه حلجك تقعد الميت قبله الحياه يا يبا ويبوس صج بعد سويت له طوارئ حسبي الله اسعافات اوليه يا يبه تنفخ بحلجي ما شاء الله يبه متين زين انتفخت منك شويه انتفخ مخي انا زين اللي قمت يا يبه انا اللي دخت من بوستك يا يبه والله ريحه حلجك دوختني انا لازم انقذك يا يبه شكور لازم انقذك يا يبه
الحمد لله واخيرا شمعة البيت ردت ضوت. حبيبي والله ابوي. يا يبه اذا انت ضوى هالبيت امي نور البيت كله. يا يمه احنا ما نستغني عنك ولا نستغني عن ابوي. حبيبي والله. ولا نرضى ان ابوي غيرك. لكن لا تختلفون انتم كعائله واحنا نضيع يا عيال. اذا كل ابو بيروح بصوب والام بتروح بصوب العيال يضيعون يتشتتون تقطع صله الارحام. واذا تقطعت صله الارحام كل خوفنا للكويت تضيع.